قد كان من من الباري جل وعلا ومن فضله علي وهو الرحمن الرحيم أن وهبني عبد الله قبل بضعة أيام، وإذا كانت عين الوالد في نفسي قد قرت بهبة الله وأعطية السماء، فإنما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد إلا إلى أن عضوا جديدا قد ولد لأسرة الأردنية، وابنا جديدا قد جاء لأمة العربية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص الأمة. وعلى العهد ماضون، منذ هذه اللحظة التاريخية 25 عاماً مرت. اليوم والأردن يحتفل باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وللجلوس الملكي. نستذكر منجزات الأردن وفي مجالات شتى. نفرح اليوم بمنجزات شيدتها سواعد أبناء الأردن وبناته بقيادة جلالة الملك رغم التحديات الكبيرة. نفرح اليوم ونحن نستذكر مسيرة الإنجاز والتقدم والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن. ونفرح اليوم تعبيراً عن تقديرنا أردنيين وأردنيات لقائد الوطن، وافتخاراً بمسيرة البناء التي شهدها الأردن ويشهدها بقيادة جلالة الملك. نفرح اليوم بإنجازات الأردن خلال ربع قرن، فرحة تؤكد عزيمة الأردنيين على مواصلة التحديث والبناء على كل ما تحقق. ونفرح اليوم والأردن يمضي في المئوية الثانية للدولة، يقف أبناء الأردن وبناته بكل اعتزاز وفخر أمام إنجازات وطن تحققت بعزيمة قائد وإرادة شعب. بعد ساعة من الإعلان عن وفاة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وقف جلالة الملك أمام مجلس الأمة مؤدياً القسم بأن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة. مشهد أبهر العالم بهذا الانتقال الثالث للعرش بفضل نضوج النظام الدستوري واستقرار المؤسسات السيادية في البلاد. بعدها أعلن جلالته المحافظة على عهد الحسين في البناء والعطاء بكل إخلاص ووفاء، ومن أجل الأردن الأعز والأقوى بكل قوة وإيمان، صفاً واحداً وقلباً واحداً وأسرة واحدة. قاد الملك الدولة الأردنية مع بداية القرن الحادي والعشرين وسط بيئة إقليمية ودولية معقدة شهدت تحديات غير مسبوقة، شملت زوال دول وتفكك أخرى وفوضى في كل مكان تقريبا حول الأردن. ووسط هذه البيئة الملتهبة شق الملك طريقا للأردن عنوانه البناء والتحديث والتكيف، معادلة أبقت مؤسسات الدولة قوية ومتماسكة ووفرت الحماية للمجتمع الأردني من الارتدادات الزلزالية للإقليم. أولى جلالة الملك اهتماماً خاصاً بالجيش العربي، القوات المسلحة الأردنية درع الوطن وحامي مسيرته ومنجزاته، وحرص على تزويد القوات المسلحة بكل وسائل القوة والمعرفة والتدريب والتسليح. ورغم التحديات السياسية الكبيرة، حرص الملك خلال السنوات الأولى من الحكم على تعزيز المنعة الاقتصادية للأردن، كما أولى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية أهمية كبرى. هذه المهمة الوطنية التي تشكل مرحلة جديدة
ومفصلية في مسارات تحديث الدولة. ومع دخول الأردن مئوية الدولة الثانية، أطلق الملك مشروعاً تحديثياً شاملاً انبثق عن مجموعة الأوراق النقاشية لجلالته في ثلاثة مسارات: سياسي واقتصادي وإداري. القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن، أوضح من هيك ما بعرف كيف بقدر أتحدث. وفي سياسته الخارجية حضرت القدس كركن أكبر وغير قابلة للمساومة في عقيدة الملك السياسية، وكان عنوان كل المحافل الدولية التي شارك بها انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ورفض الملك كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحمل راية التحذير من دفع المنطقة إلى الانفجار ودوامة العنف في ظل غياب السلام. ومنذ اندلاع الحرب على غزة تجلى الموقف الأردني الرسمي والشعبي قوياً وواضحاً رافضاً للحرب والتهجير، كما قاد الملك جهداً إنسانياً لإيصال المساعدات إلى غزة براً وجواً بعد أن أغلقت جميع المنافذ عليها. إذن أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني. إذن ساندي أهلا وسهلا فيك في هذه التغطية أيضا، 25 عام من الإنجاز والعطاء والأمل بإذن الله بالمستقبل. بإذن الله، أهلا بك طارق، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لي أن تنضم لنا شبكة مراسلي المملكة من جميع المحافظات، حيث تقام فعاليات وأنشطة متنوعة احتفالا باليوبيل الفضي. ومعنا مشاهدينا في هذه التغطية من متحف الدبابات الملكي عنود إرشيدات، ومن المدرج الروماني معاذ الحنيطي، ومن إربد أسامة المومني. أما من المفرق ينضم إلينا أنس الحرحشة، من جرش ينضم إلينا محمد الفايز، ومن الزرقاء ينضم إلينا حمزة نهار. ومن العقبة أيضا ستكون معنا صفاء الخوالدي، ومن الكرك عبيدة الضمور، من الطفيلة ليث السوالقة. ومعنا أيضا أسامة العدوان من مأدبة، وزيد الخليفات من البلقاء. إذن مشاهدينا هذه السلسلة من المراسلين سوف تكون معنا من مختلف محافظات المملكة، ولكن الآن سوف يكون معنا من المدرج الروماني في عمان مراسل المملكة معاذ الحنيطي. معاذ، كيف تبدو أجواء الاحتفالات باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش من حيث تتواجد أنت الآن؟ نعم، مساء الخير طارق، مساء الخير ساندي. كما جاء في بداية هذه التغطية لنفرح، فعلا ملامح الفرح موجودة هنا على وجوه الأردنيين من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف الفئات هنا في الساحة الهاشمية، تحديدا مقابل المدرج الروماني. كما تشاهد، ها هي العائلات الأردنية تحمل الأعلام الأردنية، تحمل أعلام اليوبيل، أيضا ترتدي قبعات الرأس التي تحمل شعار اليوبيل الفضي لعيد جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش الأردن. هناك الكثير من الفعاليات التي تضفي البهجة على الأطفال والعائلات الأردنية، نتحدث عن المسابقات الترفيهية والألعاب للأطفال، ومن بعدها توزيع الهدايا، نتحدث عن الرسم على الوجوه، نتحدث عن بعض الألعاب الأخرى، نتحدث كما إذا ما كان الصوت واضحا عن بعض الفرق الموسيقية من التي تقدم وصلاتها هنا للأردنيين وللعائلات الأردنية، وأيضا فرق الفنون الشعبية والدبكات الشعبية التي تقوم بتقديم العديد من الفقرات في المدرج. سيبدأ مع حلول المساء حفل فني للفنان حسين السلمان، يقدم من خلاله عدد من الأغاني الوطنية والأهازيج الوطنية للعائلات الأردنية المحتفلة هنا، وأيضا سيكون هناك عروض لفرقة أمانة عمان الكبرى. إذا ما تحدثنا أيضا عن الفرحة التي ترتسم هنا، هذه الفرحة بما يعني بما يشهده الأردن من أعياد وطنية تؤشر على النهضة التي يعيشها الأردن، وعلى الراية الهاشمية التي ترعى هذه النهضة وما يعيشه الأردن اليوم في نهضة
وأمن وتطور في مختلف مسارات الحياة. أجواء بهيجة، أجواء فرح هنا نعيشها في المدرج الروماني. أيضا في ساعات المساء سيتم تقديم عدد من العروض بالألعاب النارية وعدد من العروض بالإضاءة والكشافات، وليلة بهيجة تنتظرها العائلات الأردنية المشاركة في احتفالات اليوبيل ليومها الثاني على التوالي هنا في المدرج الروماني. شكرك جزيلا، شكر معاذ حنيطي مراسل المملكة من منطقة المدرج الروماني. نذهب إلى إربد، ينضم إلينا مراسل المملكة أسامة المومني. أسامة، بعد السلام، عروس الشمال، كيف تتزين هذه العروس بفرحتها باليوبيل الفضي ب25 مرة؟ ما حلي هذه العروس لهذا اليوم؟ نعم ساندي، يعني عروس الشمال شاهدة على 25 عام الإنجاز منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية. الإنجازات شملت كافة القطاعات والمجالات في المحافظة، لذلك يحتفل عشرات الآلاف من أبناء المحافظة اليوم في حدائق الملك عبدالله، والذين بدأوا بالتوافد من ساعات ما بعد ظهيرة هذا اليوم للاحتفال باليوبيل الفضي وبهذه المناسبات الوطنية. يوم أمس يعني شهدت اكتظاظا كبيرا هذه الحدائق بالمواطنين الذين جاءوا من الألوية التسعة ومن كافة مناطق محافظة إربد للاحتفال بهذه المناسبة. وكما تظهر الصورة خلفي إن كنتم باستطاعتكم مشاهدتها، هذا جزء بسيط من هذه الاحتفالية. هناك فقرات متنوعة للأطفال، الكبار، للصغار. هناك بازار للجمعيات في إربد يعكس التاريخ والحضارة في إربد والمنتجات المعنية بالإرث لهذه المحافظة. وكما نشاهد في الصورة الأعداد مقارنة بيوم أمس، ويعني بما متوقع أن يكون هناك توافد ستكون أكبر خلال الساعات القادمة بالتزامن مع هذه الاحتفالية. هناك خطة شاملة وواسعة عدتها الأجهزة الأمنية، جهاز الأمن العام وإدارة السير وكافة الجهات المعنية، وذلك لسير هذه الاحتفالية بشكل طبيعي دون وجود أي معيقات. كما نشاهد في الصورة يعني هناك فرحة للأطفال بهذه المناسبة، هناك فقرات متنوعة ومختلفة ساندي. إذن من إربد كنت معنا مراسل المملكة أسامة المومني، شكرا جزيلا لك. أما الآن فننتقل إلى محافظة جرش، ومعنا من هناك مراسل المملكة محمد الفايز. محمد، أجواء أيضا الفعاليات الاحتفالية باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش في جرش. نعم بالفعل، يعني محافظة جرش كغيرها من محافظات المملكة تحتفل بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب جميع الأردنيين بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تتناسب مع مختلف الأعمار. هنا في ساحة الخيل في جرش الأثرية، موقع مدينة جرش الأثرية، هنا بهذه الفعاليات التي بدأت منذ يوم أمس والتي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض الثقافية والفنية والفلكلورية وأيضا ألعاب النارية، بالإضافة إلى بازارات لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية. اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، هذه المناسبة التي يستذكر فيها الأردنيون الإنجازات التي تحققت وتمت في عهد جلالته في كل المستويات، أيضا الفعاليات الشعبية في محافظة جرش الذين عبروا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية والاهتمام الملكي لمحافظة جرش منذ 25 عاما، والتي حظيت هذه المحافظة بالعديد من المبادرات والمكارم والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات الصحية، التعليمية، الثقافية، الفنية والاجتماعية. نرصد لكم الأجواء هنا في هذه الساحة، ساحة الخيل في موقع جرش الأثري. هنا بدأت الأسر تتوافد من المحافظة لهذه الأنشطة والفعاليات التي كما ذكرت جاءت منذ يوم أمس والتي تتضمنت العديد من الفعاليات التي تتناسب مع جميع الأعمار للأطفال وأيضا الأسر بشكل عام، وأيضا البزارات التي تنتشر في هذه الساحة التي جاءت كما ذكرت في الموقع الأثري. هذا الموقع الأثري حقيقة والذي حظي للعديد من الاهتمام الملكي بأن يكون يعني هذا محمد، أنا بشكرك جزيل الشكر محمد الفايز المراسل المملكة من جرش، وقد نقلت إلينا أجواء الاحتفال في محافظة جرش، شكرا جزيلا لك. شاهدنا في ظل هذه التغطية الخاصة لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش والاحتفال باليوبيل الفضي، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز. دكتور، أهلا وسهلا بك في هذه التغطية الخاصة عبر شاشة
قناة المملكة. حياك الله دكتور. حياك الله أخي طارق وأخت ساندي، أنا سعيد جدا، شكرا على هذه الدعوة بتلفزيون المملكة. شكرا الله. لكم وسعيد برؤية المشاهدين. حياك الله. دولتك الأردن خلال 25 عاما مضت واجهت تحديات سياسية واقتصادية، وفي ظل محيط إقليمي ملتهب أيضا، وفي ظل أيضا أزمات عالمية، رغم كل ذلك فضل الله الأردن قوي. ما سر هذه القوة؟ سر هذه القوة هو ما نشهده اليوم، هو هذا اليوبيل الفضي، هذا التراكم المستمر بالعمل الجاد في ظروف صعبة جدا تعودنا عليها، في محيط ملتهب شبه دائم. نحن فخورون، نحن الأردنيين فيما تم إنجازه، قلوبنا تسعد بهذه المناسبة. ولكن كما أيضا في تقاريركم اليوم، قلوبنا تدمى في نفس الوقت لما نشوف ما يجري لغزة العزة وأبنائنا وأخواننا وأهلنا هناك وفي الضفة الغربية، ونشعر أحيانا الواحد بيكون بده يأكل لقمة سخنة ويشرب مي باردة، بتذكر أهلنا وإخواننا اللي ما عندهم أبسط مقومات الحياة غير موجودة لديهم. جلالة الملك موقفه في هذا الموضوع صادق مستمر ثابت، لم يغيره، وهذا مصدر فخر لنا جميعا. ولكن التحدي أمامنا أن نستمر أفرادا ومؤسسات ودول، كل مواطن عنده شعور بالضمير، كان فلسطيني ولا أردني ولا من كافة الأصول والمنابت، إخواننا العرب، العالم، لما اللي عندهم ضمير لما بيشوفوا هاي المشاهد بيقولوا شو بنقدر نعمل. وهون بتذكر لما سيدنا قال احنا شو ما عملنا مقصرين، لانه بنشوف هذه المناظر وبنصير غير كيف بدنا نستوعبها وكيف بدنا نمشي بحياتنا. لكن ان شاء الله بوحدتنا الداخليه، بإصرارنا على الاكتفاء الذاتي، بالمشاركة بتطوير المؤسسات اللي عم نشوفه، إحنا قادرين على تثبيت وضعنا في الأردن المستمر القوي، وأيضا مساعدة أخوتنا وأهلنا بفلسطين. دكتور عمر الرزاز، من أهم الركائز والثوابت والتوجهات لجلالة الملك وكافة المؤسسات في مملكتنا وحتى توائم الشعب مع قيادته، مع جلالة الملك، دائما نلمح ونفخر بصوت الاعتدال والحكمة لجلالة الملك وصوته المسموع عالميا وحتى إقليميا وعربيا. نرى بأن هناك صوت رزين حكيم مستدرك للمواقف قبل وقوعها، محذرا للمواقف قبل وقوعها. هذه السردية وهذا الصوت الرزين والحكيم الذي ينتهجه جلالة الملك منذ المؤسس ومنذ الباني وحتى المعزز، كيف نراها على مدى 25 عاماً مرت؟ ساندي، أنا حصل لي الشرف أنه كنت قريب من جلالة سيدنا في عدة مواقف، وبقدر أقول لك أنه جلالة سيدنا أولاً صادق مع نفسه، صادق مع أسرته، صادق مع شعبه، وصادق مع العالم. لما بيحكي سيدنا بالعربي زي ما بيحكي بالإنجليزي، نفس المضمون. لما بيحكي وبنزل على المدن والأرياف في الأردن، المضمون نفس اللي بيحكيه في المحافل الدولية. ليس هناك لغة مزدوجة إطلاقا. هذه بتعطي جلالة الملك مصداقية عالية جدا، وهو لا يقبل، هو معتدل ولكن معتدل مع الحق، هو لا يقبل أنصاف الحلول في المواضيع الأساسية بالنسبة له. زي ما تفضلتي قضية فلسطين، الثوابت الأردنية، اللاءات الأردنية، هذه ما بتنازل عنها. حتى لما بيكون وضعنا في الأردن الاقتصادي صعب، لما اجت موضوع صفقة القرن قبل عدة سنوات وقالوا الأردن لازم يشترك فيها وإلا، هذا موضوع ثابت، هاي من ثوابت الدولة الأردنية، وهاي الثوابت أرساها الهاشميين وأرساها جلالة الملك، فلا تراجع عنها. هذا بيعطي مصداقية وثقل كبير للأردن، في الأردن عند شعبه وفي المحافل الدولية. لما بنسمعه ب 23 أيلول جلالة الملك خاطب الأمم المتحدة، ب 23 أيلول قبل 7 أكتوبر، وقال للمشاركين أنه
كل اللي بتعملوه على المصالحات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية وكذا وكذا كذا لن يجدي نفعا إذا ما حلينا القضية السياسية الأساسية وهي حق الفلسطينيين في دولتهم. ويمكن بقول الناس وقتها تطلعوا ما فهموش ليش يعني الدنيا إحنا شو بحكي لجلالة الملك. ما بعد 7 أكتوبر تبين مدى مصداقية وأهمية اللي بيحكي. بعد بكرة في الأردن سيقود مؤتمر دولي سيكون أمين عام الأمم المتحدة في غوتيريز ودول عديدة من المنطقة ومن العالم لدعم صمود أهلنا في فلسطين. فهذه المبادرات ليست غريبة وعلى جلالة الملك وتعكس الاحترام الدولي لهذه الدولة الصغيرة بحجمها الجغرافي ولكن الكبيرة بأثرها. دولتك أنت أشرت نقطة في غاية الأهمية عندما تحدثت أن جلالة الملك قبل الحرب المستعرة على قطاع غزة أشار وحذر من مغبة التصرفات الإسرائيلية التي ستؤدي بالأخير إلى تصاعد العنف في هذه المنطقة، وهذا ما شاهدناه من الحرب الإسرائيلية المستعرة. هذا يعكس يقظة ورؤية بعيدة المدى من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني. وأيضا منذ أن بدأت هذه الحرب الموقف الأردني في نصرة الأشقاء في قطاع غزة متقدم على الكثير من دول العالم. حتى السردية الأردنية بقيادة جلالة الملك كانت مواجهة مناقضة للسردية الإسرائيلية التي تحاول تشويه كل الأوضاع مما يتعلق بالأونروا، بالأوضاع في الضفة الغربية، في القدس المحتلة، وحتى فيما يحدث في قطاع غزة. قراءتك للموقف الأردني للدور الأردني في نصرة الأشقاء في قطاع غزة ليس وليد اللحظة، حتى على مدى 25 عاما في عهد جلالة الملك وحتى عقود مضت. تماما. هاي من الثوابت إن كانت تتعلق في القدس، إن كانت تتعلق في حقوق الفلسطينيين في دولتهم، إن كانت تتعلق في حق اللاجئين. كل هاي الأمور أخذتها الأردن كثوابت ولم تساوم عليها إطلاقا. جلالة الملك في هذا الملف كان دائما داعم للقضية الفلسطينية، مواقفه كانت واضحة وكان يستشرف الأمور القادمة. في قبل حوالي شهر أو شهرين أقل جلالة سيدنا راح زار رواندا وكان لقاء يعني التغطية عليه كانت قصيرة إلى حد ما. ما سبب ذهابه إلى رواندا؟ تتكشف الأمور أنه في البدايات بعد 7 أكتوبر كان في حديث بين بريطانيا بين بوريس جونسون وأيامها وهذا وإسرائيل ورواندا أن تستوعب رواندا مهجرين من غزة إلى رواندا. فذهب جلالة الملك واحتفل في صرح الرواندي لا عمليات الإبادة الجماعية اللي صارت في رواندا وذكرهم فيها وقال لهم أنتم صرتوا نموذج للدول التي تعافى، لا 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 تدخلوا حالكم بهيك ملف. وفعلا انتهت هاي القضية. هناك أمثلة عديدة يستبق فيها جلالة الملك الأمور ويتدخل في أحيانا في صياغات في مسودات في الأمم المتحدة وغيرها ليغير منحل. وصاغ حشد دولي ورأينا منها إفشال مؤامرة التهجير التي كانت واضحة وجلية في بداية هذه الحرب. أخي طارق دولتك. مؤامرة التهجير فعلا تم إفشالها. جلالة سيدنا بتنسيقه مع الرئيس المصري السيسي بتنسيقه مع الدول الأخرى الدول الأوروبية شال هذا الموضوع، لم يعد هذا الموضوع مقبولا إطلاقا لدى على الأوروبيين. لكن خليني أقول التالي، اسمحوا لي، هذه حكومة متطرفة يمينية تهدف إلى التفريغ غزة من أبنائها وتفريغ الضفة الغربية. فلهذا السبب جلالة سيدنا بأكد على أهمية الوحدة الوطنية الداخلية وبأكد على الاكتفاء الذاتي لأنه هذا الموضوع ما انتهى. هذول عندهم مشروع لإنهاء القضية الفلسطينية بالكامل. إلى جانب القضية الفلسطينية وهي من أحد الثوابت والركائز الأردنية في التوجهات، نتحدث عن خصوصية جلالة الملك. جلالة الملك هو الصوت أو أكثر صوت عربي
منصت له، لا أقول يستمع له، بل الإنصات التام سواء عربياً أو حتى دولياً. مهتم في جميع المحافل الدولية والقضايا العربية، مهتم في تواجده في المقابلات الإعلامية أيضاً، يحاول بهذا الصوت العربي ويستثمر اللحظة بأن يوضح أهمية القضايا والملفات، بل يكشف عنها للعالم وحتى عربيا بأهمية جهد العمل العربي المشترك وحتى إقليميا وعالميا. هذا الصوت المنصت إليه دوليا وإقليميا وعربيا، واستثمره جلالة الملك عبر 25 عاما، كيف نرى أيضا هذا الملمح؟ ساندي، في محيطنا العربي أيضا هناك بصمات واضحة وأسس واضحة للأردن في علاقاته. أولا، الأردن تاريخيا ضد الاقتتال العربي العربي، وضد أي نوع من العدوانية اللي منشوفها أحيانا في التصريحات وفي السياسة وفي الكذا، وأصر أن لا يدخل في كثير من الحروب الهامشية التي كان يعتقد أنها تقلل وتضعف من تماسكنا على المستوى العربي وأثرنا. حتى الدول اللي صارت فيها بالربيع العربي زي سوريا، العراق، أخرى، كان دائما يصر أن الحل يجب أن يكون سياسي. صحيح. وابتعد دائما عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. هذا كله بيعطي جلالة الملك مصداقية، لأنه لما بيجي لقائد عربي وبيقول له عنا ملاحظة على الموضوع التالي، بيعرف أنه الأردن حرصها على وحدة الصف العربي هي اللي بتدفعها، وحرص جلالة الملك هو اللي بيدفعه على أنه يحاول يوائم ويلائم ويوفق بين المواقف بشكل مستمر. ويعني الله يعينه، الله يعينه، لأنه يعني أحيانا منشوف، خلص خليني ساكت، منشوف ممارسات يعني عجيبة، وعنده الصبر وعنده هذا الإصرار على أنه لا، بدنا نوصل لحل وننفس هذا الموضوع حتى ما يتحول لمشكلة تطغى وتغطي على الصراع الحقيقي الوحيد اللي موجود عندنا لازم نركز عليه. لا، ذلك دولتك جلالة الملك خلال 25 عام الماضية عمل ويعمل على توطيد العلاقات بشكل عميق طبعا مع كافة الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك. كان لدينا في عام 2001 مؤتمر قمة، ومن مخرجاته أيضا تعزيز العمل العربي المشترك. كان هناك أيضا لقاءات رباعية خماسية مع قادة الدول العربية، قمم حتى مع دول خليجية لغير ذلك أيضا، لمواجهة ومواكبة كل التحديات في هذه المنطقة. أهمية تركيز جلالة الملك عبد الله الثاني على هذا الموضوع، العمل العربي المشترك. أخي طارق، يعني المواطن العربي، وخليني أحكيها كمواطن عربي، إحنا نحزن لما نشوف أنه إحنا عايشين في إقليم هناك قوى إقليمية تتنازع، وإحنا مشرذمين في خلافات داخلية، مش إحنا الأردن، يعني المنطقة العربية، فهذا محزن. جلالة الملك وريث الثورة العربية الكبرى، وريث نظرة إلى منطقتنا أن كلها تكون موحدة، فهذا هاي الخلفية التاريخية تفرض عليه، مش تفرض عليه، يعني هي اللي بتخليه مؤمن بهذه الرسالة. هذه الرسالة عليه أن يحملها، إذا هو ما حملها مين بده يحملها؟ وإذا بدنا نطلع على المصالح البينية المحدودة وننسى الأفق الإقليمي والأفق العالمي، يعني فنعم، جلال سيدنا كان يدعو لمؤتمرات ولقاءات ثنائية ومجموعات مصغرة وعلى مستوى العالم العربي كله لحل هذه المشاكل. نعم. المعادلة الداخلية في وطننا، في مملكتنا أيضا، هناك مسارات إصلاح، أوراق نقاشية، والتي تسلسلت منها أصلا مسارات الإصلاح على كافة الصعد، مسارات إصلاح اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ألفوتس، حتى يعني تم إنشاء استوديوهات للأفلام والثقافة. كل هذه المسارات الإصلاحية منذ السنة الأولى لتولي جلالة الملك وحتى 25 عاما، على خطى هذه 25 عاما، كيف تراها أيضا؟ نانسي، خليني أحكي لك قصة. سيدي، اسمي ساندي. أنا شو قلت؟ ساندي. ساندي. طبعا. أحكي لك، أول لقاء كان
بيني وتشرفتي مع سيدنا كان بال 2006. كنت مدير ضمان، كان لي شهرين مدير ضمان. كان في تقرير مالي مهم بورجي أنه الضمان الاجتماعي ليس بخير، وأنه بعد 10 سنوات ستتساوى الإيرادات والنفقات، وبعدها العد التنازلي للضمان الاجتماعي. أيامها كانت دولة معروف البخيت الله يرحمه أبو سليمان رجل دولة بامتياز، كان هو رئيس الوزراء. فصرت أنا أطرح هذا الموضوع أنه يا جماعة الضمان بخطر، الضمان بحاجة إلى تصليح، بدنا نعدل بعض الأمور الأساسية فيه. كثير من الناس كانوا يقولوا لي من هون للألف عشر سنين بدها الموضوع ليبدأ، إحنا 2016 ايش عليك يعني، انسى الموضوع واتركه وكذا وخلي غيرنا. وهذه بتعرفي ظاهره في حال مثلا قصر الحكومات وكذا، واحيانا الناس بقول لك اترك الموضوع واتركه على جنب. دوله معروف البخيت قال هذا الموضوع مهم ولازم يعرض على جلاله الملك لانه موضوع سياسي سيادي. انعرض على جلاله الملك، عرضت انا الموضوع باختصار. سالني اسئله حول المواطنين، حول المشتركين، حول المتقاعدين، كيف سيؤثر، كيف سيؤثر كذا. حكينا له عن المشكلتين الاساسيات، انه في ناس بتقاعد على 45 وبرجع على شغله، وفي ناس بحطوا رواتبهم بال 20,000 و25,000، ما كان في سقف للراتب وعم بيستهلكوا الضمان الاجتماعي. طلع فينا هيك وقال شو مستنين؟ شو مستنين؟ على السريع بدنا هذا الحكي. وطلب أنه يكون في تواصل مع كافة المعنيين وكافة الهيئات والنقابات، وهذا حتى نطلع بشيء. وفعلا حلينا المشكلة وطلعنا بشيء حضاري. أضاف تأمينات جديدة زي تأمين التعطل عن العمل والأمومة، وهي كانت بتوجيهات من سيدنا، ولكن خدمنا حتى في، بنقدر نحكي عن الكورونا لاحقا، حتى في جائحة الكورونا في حماية العامل وصاحب العمل والمتعطلين عن العمل. هذه أطلت أنا في القصة، بس هذا موقف سيدنا بالنسبة للإنسان الأردني، هو معني بشكل مباشر شو أثره على الناس، كيف هل عم نمشي خطوة إلى الأمام ولا خطوة إلى الوراء. دائما وأبدا هذا السؤال. دولتك أنت أشرت لكورونا، وسؤال أول كنت أتحدث فيه عن موضوع الأردن واجه أزمات، ومن أبرز الأزمات التي واجهها الأردن خلال 25 عام الماضية أزمة كورونا، ليس على المستوى الأردني ولكن على المستوى أيضا العالمي. جلالة الملك ركز في هذه الأزمة على موضوع الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات، وعلى أيضا تعزيز المنعة الاقتصادية في المملكة لكي يكون الأردن قادر على الاعتماد على ذاته في ظل تحديات، وخاصة أنه في أزمة كورونا أنت تعلم أن كان هنالك انقطاع لسلاسل التوريد والتزويد في المملكة. أيضا كيف كنت تقرأ الموقف في ذلك الوقت، ومن تعامل جلالة الملك مع هذا الملف بالتحديد موضوع الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنع الاقتصادية في المملكة؟ أخي طارق، بشهر 2 وشهر 3 2020 بدينا نسمع عن الكورونا وعن يعني، ولكن ما حدا فاهم في العالم تماما شو طبيعة هذا الفيروس وشو تأثيره وشو كذا وشو كذا. في لقاءات مع جلالة كنا نستمع، نروح على الـ WHO اللي هي المؤسسة الأمم المتحدة المعنية في 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 الصحة وكذا، ونسمع. لفت نظري بوريس جونسون مرة أخرى في بريطانيا، قال هذا فيروس بيخضي على يا وراح يأثر على المسنين، فودعوا أهلكم، ودعوا آباءكم وأمهاتكم. فكنا عم نحكي عن المعجل، قال أنا بدي نحمي الأمهات والأبهات وكبار السن أول ناس. شوف المنطق كليا مختلف، إحنا حماية الأضعف مش شريعة الغاب زي عن. وهذه حطت عنا الرؤية كيف بدنا نمشي في اتجاهنا. صرنا فعلا أخذنا إجراءات يمكن دول قليلة اللي أخذتها لحماية المواطن تحت كل الظروف. الحمد لله مقارنة بحتى دول أوروبية رفوفنا من السلع والأغذية لم ما خلصت، صار عنا خوف من أنه الماسكات الكذا الأمور الأساسية لهذا. قطاعنا قطاع الأدوية وقطاع المستلزمات الطبية خلال شهر أو شهر ونص غطى احتياجات الأردن وأصبح يصدر صدر. إلى الخارج.
وزدنا قدرتنا على التخزين الاستراتيجي. عندنا اليوم قدرة في الأردن للمخزون الاستراتيجي خصوصا القمح والشعير أكثر من معظم دول العالم، لأنه يعني نرجع الإنسان ما يعني انه ينقطع الانسان من 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 الاساسيات الحياه، هذا مرفوض بالكامل، وبالتالي انعكست على كل شيء كنا عم نشتغله في هذا المجال. وعوده الى الضمان الاجتماعي، كما قلنا الضمان الاجتماعي اشتغل على الجوانب حمايه المتعطلين عن العمل، حماية اللي عاملين لحسابهم الخاص، اللي حتى أصحاب العمل اللي عامل لحسابه الخاص واللي عنده نزل عليه الرسوم كل يعني دكتور يعني عفوا على المقاطعة، ولكن أيضا لا يمكن تخطي ومن الجلي جدا التعليم سواء بإبان كورونا أو ما قبل كورونا واستثمار لوجود حضرتك معنا، وأنت كنت أيضا وزير للتعليم سابقا. اهتمام جلالة الملك منذ توليه السلطات الدستورية بالمنظومة التعليمية وتشاركيات المؤسسات الخاصة والحكومية أيضا في التطور التعليمي في الأردن. جلالة الملك كان مهتم جدا 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 بالتعليم، ولكن ليس جلالة الملك فقط، جلالة الملكة وسمو ولي العهد كل واحد فيهم كان منكب على أحد هذه المواضيع. جلالة الملك كان دائما معني في موضوع سد الفجوة بين الريف والمدينة بعدد المعلمين بالمدارس بالطلاب بالكذا بكل هاي المؤشرات لضمان أنه يكون في عندنا تكافؤ فرص حقيقي. إحنا لا نستطيع أن نتحدث عن الإنسان والإنسان أغلى ما نملك إذا لم يكن التعليم هو حجر الزاوية في 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 تكافؤ الفرص. جلالة الملكة كانت معنية في أمر مختلف شوي لكن لا يقل أهمية، هي مرحلة رياض الأطفال. إحنا مرحلة رياض الأطفال أهملناها لفترة لأنه العالم كله ما كان عارف أهميتها، وإذا بعمر الأربع سنوات والخمس سنوات هذول أهم سنوات في تكوين دماغ الطفل وفهمه ومفاهيمه ومعرفته، فكان التركيز على التوسعة، والحمد لله في توسعة عالية في رياض الأطفال بالتعاون بالحكومة والوزارة عم بتركز على هذا المجال، ولكن أيضا التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني. سمو الأمير تركيزه كان دائما على التدريب المهني والتقني، ومن هون شفنا جامعة الحسين مؤسسة عريقة جدا، وتركيزه حتى ربط الموضوع بخدمة العلم، وحكى عنها مؤخرا في لقائه لما قال انه هي هذه مرتبطة، لانه احنا التعليم ايش هو؟ قيم، هو مبادئ، هو حب وطن، هو معرفة، هو العمل بالفريق، هو مهارات يكتسبها الطالب في هذا العمر. فهاي الأمور في ذهنه كلها مترابطة، وانتقلنا نقلات نوعية. موضوع خدمة العلم جت كورونا ما قدرنا نشتغل عليها، لكن يبدو الآن الحمد لله أنه في توجه في هذا الموضوع، ومستمرون دائما ومجتمعون على الفرح. صحيح. دائما. صحيح. دكتور ومشاهدينا، كنت معنا دولة رئيس الوزراء السابق دكتور عمر الرزاز، شكرا جزيلا لمشاركتنا هذه الفرح. شكرا جزيلا لك. تسمحوا لي بسطر واحد؟ تفضل دوتك. من المواضيع اللي أيضا دائما بسأل عنها جلالة الملك هو الصحة، صحة المواطن الأردني. وإحنا بنفتخر بمنشآتنا الصحية، عندنا مركز الحسين للسرطان، عندنا مدينة الحسين الطبية، عندنا مستشفى البشير صار أداؤه مرتفع ومتحسن، قطاعنا الخاص، لكن في حاجة إلى هذه القطاعات متشرذمة، وضرورة ربطها مع بعض، وضرورة أن يكون هناك منظومة كلية جامعة وتغطية صحية شاملة لكل الأردنيين. هذه من الأمور الكل كتاب تكليف سامي أنا شفته تتضمن هذه الجزئية، لأنه جلالة سيدنا مصر عليها أن يراها، وأعتقد في السنوات الأخيرة صارت في نقلة نوعية، وضروري أنه نشوف إحنا كأردنيين أن ننتقل إلى هذه المرحلة، كما التطور اللي عم بيصير في قطاعاتنا الصناعية والتصدير وغيره، اللي دائما جلالة الملك بفخر فيه لما بيشوف. ونحن على العهد ساندي دائما أكيد، والأمل دائما دولتك في المستقبل. بشكرك جديد جزيل شكر الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء السابق، يعطيك ألف عافية، نورتنا في هذا التقديم. شكرا جزيلا لك. الله يخليكم. شكرا.
اذا مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطيه احتفاء وفخرا باليوبيل الفضي 25 عاما مرت. ينضم الينا عبيده اضمور من محافظه الكرك. كيف تتزين الكرك يا عبيده بهذا اليوم وعلى مدار 25 عاما؟ هي فرحه. نعم ساندي، ونحن نعيش هذه الساعات، ساعات الفرح، ساعات المحبة، ساعات يعني الولاء والانتماء الصادق الذي يقابل به أبناء محافظة الكرك كباقي المحافظات الأردنية صاحب الجلالة. وأيضا في هذا اليوم، يوم اليوبيل الفضي واحتفالات اليوبيل الفضي، هنالك معالم لهذه الفرحة الأردنية تنتشر في المحافظات وتتوطن في القلوب وأيضا نشاهدها في العيون. هذه الجماليات في هذه الساعات من كل المحافظات كان لها وقع بالنسبة لأبناء الأردن، وهم يحتفلون بهذه المناسبة الطيبة، وهم يتطلعون إلى هذا الواقع وقمة الإنجاز التي تحققت عبر ما يزيد أو عبر 25 عاما من العمل والإنجاز والبناء والصدق وأيضا التشاركية ما بين القيادة وما بين المواطن، ووقوف القيادة على الهموم والمشاكل والمعضلات وحلها وتذليلها، والارتقاء بشكل أساسي وبنهضة نوعية بأبناء الشعب الأردني وتقديمه إلى مصاف الدول المتقدمة بكافة المواطن الصحية والتعليمية والطبية وأيضا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فكل هذه الجهود تقدر لجلالة الملك في هذا اليوم، وهي نتاج لعلاقة امتدت لسنوات، وأيضا هي علاقة امتدت ما بين القائد والشعب بكل الصدق وبكل معاني البهجة والاحتفال التي نشاهدها هنا ونحن نجاور قلعة الكرك التاريخية في ساحة القلعة، حيث توجد العديد من الفعاليات المرتبطة بهذه المناسبة من يعني فقرات فنية وبازارات وجوانب تراثية وأناشيد ويعني قصائد شعرية، وأيضا في محيط محافظة الكرك وداخل المحافظة تزينت المحال التجارية والساحات العامة وأيضا المواقع كافة يعني بصور وأعلام الأردن وصور جلالة الملك، وأيضا هي تدل على جوانب الرمزية وجوانب التقدير التي يبادلها الشعب إلى القائد في هذا اليوم وفي هذه المناسبة. لذلك كل هذه الجوانب تتلخص اليوم بصدقية واحدة وبجانب واحد، وهو يعني الارتباط الكبير والتقدير الكبير لجلالة الملك عبر ما قدم سواء في الداخل الأردني وأيضا على صعيد الموقف السياسي في الخارج، والوقوف بشكل أساسي وفي المقدمة تجاه الكثير من القضايا كالقضية الفلسطينية ومجريات الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والدور الأردني الكبير الذي لم يختلف. وهذه من الجوانب التي تتعزز اليوم في هذه المناسبة ويتم ذكرها ساندي تحديدا في مثل هذا اليوم الذي يحتفل فيه أبناء الأردن من الشمال إلى الجنوب. نعم، إذا كنت معنا من الكرك مراسل المملكة عبيدة ضمور، شكرا جزيلا لك. ساندي، من الجنوب إلى شرقي المملكة من المفرق مراسل المملكة من هناك أنس الحراحشي. أنس، أجواء الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش في المفرق. أنس، نعم طارق، حقيقة أجواء فرح، أجواء احتفالية تعيشها محافظة المفرق لليوم الثاني على التوالي بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي. منذ ما يزيد عن ساعة بدأ الحضور بالتوافد من كافة أنحاء محافظة المفرق لحضور الاحتفالية هنا في مجمع الأمير علي بن الحسين في محافظة المفرق. هذه الفعالية التي تحتوي على العديد من الفعاليات الفلكلورية الفنية الشعرية والثقافية، بالإضافة إلى عديد من الكلمات لوجهاء محافظة المفرق، وأيضا هناك فعاليات للعائلة تختص بالأطفال والأم في موقع قريب من هذا الموقع. أما إذا ما تحدثنا عن 25 عاما من الإنجاز والعطاء في محافظة المفرق، كان هناك العديد من الإنجازات
في كافة القطاعات سواء القطاعات الاجتماعية السياسية الاقتصادية، وهنا نركز على القطاع الاقتصادي وأيضا القطاع الصناعي والقطاع الزراعي. نتحدث عن إنشاء منطقة الملك حسين التنموية التي أنشئت خلال 25 عام المنصرم، وكان هناك تطور كبير شهدته الصناعة في محافظة المفرق. أيضا إذا ما تحدثنا عن القطاع الزراعي، شهدت محافظة المفرق العديد من التطورات الزراعية في مختلف المجالات الزراعية، وجلالة الملك عندما حضر إلى المفرق قال عن المفرق أنها سلة الغذاء الثانية في الأردن. أيضا إذا ما تحدثنا عن الحدود الشمالية، كان هناك تطوير كبير للقوات المسلحة على خط الحدود الشمالي، ونتحدث هنا عن أطول خط حدود في المفرق مع يربطنا مع الحدود الشمالية. كان هناك أيضا حرص من قبل جلالة الملك في تطوير المناحي التربوية، المناحي الصحية في محافظة المفرق. إذن اليوم يحتفل أبناء محافظة المفرق بهذه المناسبة هنا في مجمع الأمير علي بن الحسين ضمن فعاليات وفقرات متنوعة للكبار والصغار. نشكرك جزيل الشكر أنس الحراحشي مراسل المملكة من المفرق، يعطيك ألف عافية. أما الآن ننتقل إلى مأدبة ومعنا مراسل المملكة أسامة العدوان. مأدبة يعني فسيفساء، الفسيفساء في مأدبة من حيث الفرحة البهجة ومناظرها وصورتها، الآن كيف ترصدها أسامة في مأدبة؟ نعم ساندي، منذ ما يزيد عن ساعة من الآن بدأت الفعاليات الرسمية والفعاليات الشعبية والفرق الشعبية كفرقة العقبة الشعبية وعدد من المغنين والمطربين في هذه المحافظة، مع توافد عدد كبير من المواطنين وأهالي محافظة مأدبة للاحتفال ومواصلة هذا الفرح الذي يعم محافظات المملكة وأيضا يعم محافظة مأدبة. هذه نترك لكم الآن هذه الصورة، والزميل يستعرض بعض الفعاليات التي تقام هنا، ما يزيد عن 400 شخص الحضور حتى هذه اللحظة وفق هذه الكاميرا. العديد من الفعاليات الشعبية مستمرة ومتواصلة، فعاليات أيضا هناك عدد كبير من البازارات التي أقيمت فيها في هذا المهرجان. هناك خطة متواصلة وخطة محكمة من قبل محافظة مأدبة ومن قبل الأجهزة التنفيذية التي تعمل على هذا الاحتفال منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. هذه الاحتفالات ستستمر حتى لغاية الساعة 10 من مساء هذا اليوم، وستختتم بإطلاق الألعاب النارية. الجهاز التنفيذي يعمل بكافة مستوياته، بالإدارة السير والأجهزة الأمنية تعمل على تأمين خطة مرورية كاملة في المحافظة لتسهيل الحركة المرورية. أيضا الأجهزة التنفيذية تعمل على بالتنسيق وبتواصل مستمر حتى هذه اللحظة. هذا الاحتفال يقام في ملعب مدرسة عماد الدين زنكي، يشتمل على العديد من الفعاليات والبازارات وبازارات الحرف اليدوية والمطاعم الشعبية وفعاليات الأطفال كالرسم على الوجوه والألعاب والعروض الفنية والموسيقية كفرقة فرق تراثية وفرقة العقبة البحرية، وأيضا هناك عدد من الفنانين كالفنان أيهم بشتاوي وأيضا فرقة فرسان البادية وعروض للألعاب النارية. خلال جولتنا هنا في هذا الملعب والالتقاء بالعدد كبير من القيادات الشبابية والنشطاء الاجتماعيين، تحدثوا عن عهدة ملكية كبيرة، عن عهدة ملكية 25 سنة قاد فيها جلالة الملك الأردن إلى بر الأمان وإلى بر الاستقرار والازدهار في ظل الظروف التي عاشتها المنطقة والدول المحيطة. قاد هذه النهج السياسة الحكيمة التي قادت الأردن إلى بر الأمان. رغم كل ما تشهد المنطقة والدول المجاورة، إلا أن الأردن بفضل قيادته شهد حالة من الاستقرار وشهد حالة من الازدهار في العديد من القطاعات والمجالات والملفات كقطاع السياحة في محافظة مأدبة الذي شهد جدا الفرحة جلية جدا. أسامة كنت معنا من مأدبة مراسل المملكة أسامة العدوان، شكرا جزيلا لك. كان من مأدبة الآن إلى الإرث الوطني العسكري من متحف الدبابات الملكي مع مراسلة المملكة عنود الرشيدات. عنود الفعاليات التي تقام في متحف الدبابات الملكي من حيث تتواجدين أنت الآن بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني.
نعم طارق، لربما الصورة التي يرصدها لكم الزميل دحام الآن أبلغ من كل الكلمات التي ستقال. منذ ساعات الصباح الباكر والأجواء الاحتفالية هنا مختلفة تماما في متحف الدبابات الملكي. المواطنون جاءوا اليوم من جميع أنحاء العاصمة عمان للاحتفال بالبرنامج الاحتفالي الذي أعد خصيصا لهذه المناسبة، مناسبة اليوبيل الفضي وتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية. قبل قليل كان هناك استعراض حي للآليات المدرعة والدبابات التي دخلت حيز الخدمة في القوات المسلحة الأردنية. نعم، كان هنالك كذلك استعراض لموسيقيات القوات المسلحة الأردنية. كما يعني تشاهدون ساندي، الأجواء الاحتفالية مختلفة هنا ومن حولي كذلك. الأردنيون يحتفلون اليوم بملكهم بعد مرور 25 عاما على تسلم سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش. نشكرك جزيل الشكر مراسلة المملكة عنود رشيدات من متحف الدبابات الملكي، يعطيك ألف عافية. مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لليوبيل الفضي، 25 عاما مرت، وأيضا نستقبل بإذن الله الأيام القادمة بفرح وفخر. تنضم إلينا هنا في الاستوديو مديرة المركز الوطني للمناهج الدكتورة شيرين حامد. أهلا وسهلا بك دكتورة شيرين. مساء الخير، شكرا جزيلا على الدعوة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، حياك الله. دكتورة، من الجلي جدا كنا نتحدث ودولة الدكتور عمر الرزاز عن مفهوم التعليم وقطاع التعليم، كيف أولى جلالة الملك الاهتمام له، جل الاهتمام لربما كان إلى قطاع التعليم. الآن منذ تسلم جلالة الملك السلطات الدستورية، لو رأيناها بمراحل على 25 عاما، كيف يمكن تتبعها؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. حقيقة الحديث عن قطاع التعليم والإنجازات التي تحققت بالأردن وبشكل رئيسي بعهد جلالة الملك عبد الله بن الحسين الله يطول عمره، لا يمكن أنه يتم تغطيتها، تحتاج إلى الكثير. هناك الكثير من الإنجازات في قطاع التعليم كميا ونوعيا. هناك أيضا تحديات كبيرة تواجهنا، لكن هذه التحديات يجب أن لا تمنعنا أن ننظر إلى الصورة المشرقة وإلى ما تحقق بقطاع التعليم خلال السنوات الماضية. يمكن بشكل رئيسي إذا بدي أتكلم عن قطاع المناهج أو موضوع المناهج، مهم جدا أنه بداية نحكي أنه المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم كمؤسسة أردنية حكومية تم إنشائها وإدارتها وتدار بعقول وسواعد أردنية، هي تبني على التجربة الأردنية الممتدة بموضوع المناهج إلى من عام 1921. عام 1921 كان في ما يسمى بناظر المعرفة أي وزير المعرفة، كانت مسؤوليته آنذاك أن يطور المناهج وأن يتابع تطور العملية التعليمية. ومن ذلك الوقت في المئوية الأولى، ونحن الآن يعني لدينا مشاريع اقتصادية وسياسية وإدارية، علينا جميعا أن نعمل بسرعة كبيرة جدا حتى نحققها، لأنه اليوم الزمن مش مع صالح أي حدا، لأنه الزمن سريع جدا. بهذا هاي الجهود جميعها وصلنا اليوم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج. المركز الوطني لتطوير المناهج هو امتداد للتجربة الأردنية، هاي التجربة الأردنية التي نقلت إلى دول كثيرة في المنطقة، وكانت بفترة من الفترات هي الليد أو التي تقود عمليات الإصلاح التعليمي والتطور التعليمي. المركز الوطني لتطوير المناهج هو جاء بسبب حاجة ولمواكبة التغيرات السريعة التي تحدث بالعالم. بالألفية الثانية كان في تحولات جذرية بالعالم،
ب 2015 جاءت الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا. اليوم الذكاء الاصطناعي أيضا يهيمن ويسيطر على قطاعات كبيرة. هاي التحولات صاحبها تغيرات سياسية اقتصادية تغيرات في بنية أسواق الأعمال، في طريقة التسويق، في أنماط الوظائف وأنماط المهن. وحيثما كان هناك حديث عن حاجة كانت دائما يعني كان دائما الاصبع يشير الى قطاع التعليم وبشكل رئيسي الى المناهج. طيب. دكتوره شيرين، انت اشرتي ان توضيح اكثر للمشاهدين ان المركز الوطني للمناهج انشئ في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني. نعم. واسالك في هذا السياق، كيف على ماذا تعتمدون في موضوع المرتكزات لتطوير هذا المنهاج وتغيير منهاج من فئه عمريه الى فئه عمريه اخرى؟ على ماذا ترتكزون؟ ما هي الاسس؟ ما هي المعايير؟ كيف تواكبون كل هذه التطورات وفق طبعا ما يرتئي جلالة الملك عبد الله الثاني من هذا المركز؟ المرتكز الرئيسي بعمليات تطوير المناهج الأردنية هي الدستور، قانون التربية والتعليم هو الذي يوجهنا. قانون التربية والتعليم يحدد الثوابت، يحدد فلسفة التربية والتعليم بالأردن، يحدد الأسس الفكرية لعمليات تطوير المناهج بالأردن وعمليات التعليم بشكل عام، ويحدد ما هو شكل الطالب الأردني والطالبة الأردنية بعد أن يكمل مرحلة التعليم العام، بعد أن يقطع 15 عام في الدراسة كيف سيكون شكله؟ وإن كانت هاي المهمة تكون صعبة يوما بعد يوم، مش عنا لحالنا بالأردن، بكل الأنظمة التعليمية، لأنه كما ذكرت الآن هناك تغيرات كبيرة. في 70 مهنة يمكن تنتهي أو وظيفة يمكن تنتهي، هناك قطاعات تصعد، هناك قطاعات تعود غير ذات أولوية، حتى الطبيب، حتى المهندس، حتى اليوم الفني والمهني والتقني عليه أن يمتلك مجموعة من المهارات التي يحتاجها إنسان القرن 21. مرتكزاتنا الثوابت الوطنية والدينية اللي بنعرفها كلياتنا وهي التي توجهنا، إضافة للتغيرات التي تحدث حولنا. يعني لديكم شركاء أيضا دكتور. نعم، اليوم في عنا يتكلم العالم عن مهارات القرن 21 اللي هي الفور سيز، أو اللي هي التواصل، الإبداع، القدرة على العمل مع الآخرين، القدرة على التفكير الناقد. هذه المهارات وتزويد الطلبة، طلبتنا أبنائنا وبناتنا بالأدوات التي تجعلهم قادرين على أن يكون لديهم ملكة التعلم مدى الحياة. اليوم ما المعلم يجب أن يكون متعلم، والتربوي يجب أن يكون متعلم، والطالب يجب أن يكون متعلم. سألتني طارق عن شركائنا. اليوم أنا بداية يعني بدي أشكر المجالس التي تعمل بالمركز، المجلس الأعلى والمجلس التنفيذي، وجميعهم من قادة وإدارات تربوية التقطت من الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك. بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية هي جوهر نهضة الأمة، ما من أمة نهضت إلا من خلال التعليم. وهذا كلام يعني لا نحتاج اليوم لنذكره لأنه الشواهد في العالم كثيرة. التقطوا جميعا هاي الرسالة وعملوا بشكل كبير جدا، رغم أن الجائحة، يعني المركز نظامه أطلق بعام 2017 مؤسسة حديثة العهد، ولكن عملنا خلال هذه السنوات، وممكن نذكر يعني بعض الإنجازات اللي قام فيها المركز بشراكة كبيرة جدا مع طبعا وزارة التربية والتعليم، هي المؤسسة الأم، صحيح. هي المؤسسة الأم وهي الشريك الاستراتيجي التي يعني نعمل معها جنبا إلى جنب بشكل يعني يومي، ولكن أيضا هناك أساتذة الجامعات من التخصصات المختلفة بالكليات العلمية والكليات التربوية، هناك معلميننا ومعلماتنا اللي بنوجه لهم اليوم يعني كل معاني التقدير والتحية وحرصهم الكبير على أبنائهم. ومن الجلي جدا دكتورة شيرين الاهتمام الجلي من جلالة الملك بمفهوم التعليم، بنوعية التعليم، إدخال التعليم النوعي التقني، لربما أيضا الاهتمام برياض الأطفال والاهتمام بكل مستويات التعليم والخيارات الشخصية. الآن يعني سوف أقاطع سؤالي، لكن الآن تضاء أبراج السادس بالعلم
ها هي هناك أبراج السادس تضاء بالعلم الأردني. نعم. له خصوصية في نعم. في القلب العلم الأردني نعم. أينما كنت نعم. حتى هنا يخفق القلب للعلم الأردني. أعود وإياك إلى اهتمام جلالة الملك بمفهوم التعليم ونوعيته من تقنية من أيضا تشارك المؤسسات الخاصة والحكومية بهذا الملف. جلالة الملك أولى مفهوم التعليم ونوعيته حتى صارت نوعية الطلاب الأردنيين أقوياء تبعا لهذا التعليم ونوعيته. دعم جلالة الملك لقطاع التعليم لا متناهي الحقيقة، وتركيز جلالة الملك وهذا أيضا جاء وجلالة ذكر المناهج بشكل صريح وواضح وذكر التفكير وأشار إلى القيم الوطنية الراسخة وأشار إلى القيم الإسلامية أيضا الراسخة وأشار إلى الإرث الوطني. اليوم إحنا أبنائنا هدول اللي هم بدهم يقودوا المرحلة القادمة بدهم يعرفوا ويعتزوا بهويتهم الوطنية الأردنية ويعتزوا بوجودهم ويقدروا مكانتهم. الحقيقة أن جلالة الملك يشير دائما إلى إمعان التفكير، إلى إطلاق الطاقات، إلى إطلاق مواهب الشباب، الصبايا، الطلبة، الطالبات، يركز على التقنية، يركز على التكنولوجيا. الآن هي هذه أحد أهم الأدوات لإنسان القرن 21. اليوم الأردنيين بهذا الأسبوع في 3 شواهد على أن الأردنيين هم يعني أقمار وكواكب، حتى الكوكب لأنه مضيء يمكن أكثر من القمر. كان تميز المعلمين بجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، وكان أيضا إنجاز النشامة بالمباراة بمباراتهم الأخيرة، وكان أيضا الخبر هو بتولي الدكتور عمر حتاملة يعني كمسؤول الذكاء الصناعي في ناسا. نعم في وكالة ناسا وغيرها الكثير. الآن ما عرضتم بالتقارير من مدرجات من التاريخ، هذا كلياته هو إنجاز أبنائنا اللي سيحملوه ويقودوا المستقبل. كيف؟ بتعليم نوعي. هذا ما يشدد عليه جلالة الملك. الملك الآن عندما نتكلم عن التعليم النوعي له عدة مرتكزات، المناهج أحد أهم مرتكزاته. ما نقدم للأجيال، لكن عندما نتحدث عن المناهج نحن لا نتحدث عن المعرفة حتى يعني تفهم وتوضع الأشياء بسياقاتها. نتكلم عن المعرفة، نتكلم عن المهارات، نتكلم عن القيم والاتجاهات التي يجب أن تكون إيجابية. بحب أشير هيك سريع جدا إلى ما قام به المركز في هذا المجال. المركز عمل على مناهج بالرياضيات والعلوم كانت نوعية، وهذه المناهج يعني ينظر لها بكل عين الاحترام. مناهج التربية الإسلامية كانت أيضا مناهج نوعية، ركزت على ترسيخ الثوابت الدينية لدى أبنائنا وبناتنا من الطلبة. عملنا أيضا على مناهج في اللغة العربية، عملنا على مناهج في الدراسات الاجتماعية. الآن يعني يمكن يوم الخميس كان عندنا لقاء مع مجموعة من المعلمين والمعلمات لمناهج. صدقا دكتورة لو أحصيناها لن نحصيها فخرا وابتهاجا بهذه المنجزات لمخرجات التعليم الأردني، وكيف تم إيلاء الاهتمام لمؤسسة التعليم ومؤسسات التعليم بجلها في مملكتنا الحبيبة. كنت معنا مديرة المركز الوطني للمناهج دكتورة شيرين حامد، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ومشاركتنا هذه الفرحة. حياك الله دكتورة، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. الآن مشاهدينا نعود إلى سلسلة مراسلية المملكة عبر المحافظات، ننتقل الآن إلى محافظة العقبة مع مراسلة المملكة صفاء الخوالدي من ثغر الأردن الباسم. صفاء، الأجواء أجواء الفعاليات الاحتفالية لليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني في العقبة صفاء.
بالفعل يعني طارق، بعد الساعة 6:30 بدأت الفعاليات هنا في ساحة الثورة العربية الكبرى. هذه الساحة التي شهدت الأحداث التاريخية، أحداث الثورة العربية الكبرى، وهي إحدى المشاريع التي تم إنجازها في مدينة العقبة قبل 3 أعوام. مدينة العقبة وهي رؤية ملكية ومشروع اقتصادي واستثماري وسياحي. نتحدث عن إقامة هذه الفعاليات في هذه النقطة تحديدا، والتي تتماشى مع مختلف الفئات العمرية، بالإضافة أيضا إلى إقامة البازارات والتي تم التشبيك بها مع المجتمع المحلي في مدينة العقبة. نتحدث عن استمرارية هذه الفعاليات خلال اليوم الثاني لغاية الساعة 11، كما أكد لنا محافظ العقبة خالد الحجاج. اليوم مدينة العقبة لها خصوصية كمنطقة اقتصادية خاصة أنشئت خلال العام 2001. نتحدث عن تطور وتقدم الأعمال الاقتصادية في مدينة العقبة من خلال المنظومة المينائية التي تم تطويرها على مدار 23 عاما منذ إقامة المنطقة كمنطقة خاصة. فبعد أن كانت مدينة العقبة تعمل برصيف وميناء واحد، اليوم مدينة العقبة تتضمن 12 ميناء متخصص، بما يشتمل على 32 رصيف مينائي في مدينة العقبة. نتحدث عن موانئ النفط والغاز، ميناء الحاويات، شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، والساحات الجمركية المختلفة. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أطلقت قبل أسبوعين جدول خاص بالأرقام التي تم إنجازها في مدينة العقبة على مدار 23 عاما. نتحدث عن الجانب الاستثماري ومنح تسهيلات ومزايا للمستثمرين في مدينة العقبة من خلال قانون المنطقة الخاصة، ضمن أيضا إطلاق استراتيجية جديدة لمدينة العقبة للأعوام 2024 للعام 2028، والتي تركز بشكل أساسي على النمو الأخضر والحفاظ على التنمية المستدامة في مدينة العقبة، بالإضافة أيضا إلى المضي قدما في ملف السياحة والاقتصاد. هذه هي الصورة بشكل عام طارق في مدينة العقبة، المدينة الاقتصادية الخاصة وثغر الأردن الباسم. تشكرك جزيل الشكر صفاء الخوالدي، مراسلة المملكة في العقبة. سندي، سوف نبقى بالمناطق الجنوبية أيضا في المملكة. طفيلة، نذهب إلى الطفيلة. الطفيلة ستكون مراسل المملكة منها ليث السوالقة. ليث السوالقة، كيف هي الطفيلة الآن؟ تفرح وتبتهج بهذا اليوبيل الفضي ب25 عاما. نعم بالفعل، هي تبتهج وتفرح، وليس اليوم فقط، وإنما يوم أمس وقبلها بأيام وأشهر. نعم، كانت الطفيلة على موعد من الفرح والسعادة بهذه الاحتفالات الوطنية، وأيضا الاحتفال والاحتفالات الوطنية والأعياد والمناسبات ساندي. فبالتالي الأفراح والفعاليات الشعبية، وأيضا الفعاليات كما ترون من خلفي، الفعاليات سواء كانت الفرق الموسيقية الشعبية المتواجدة في موقع الاحتفال الموجود بمنطقة العيص، وأيضا بملعب الرياضي بالمحافظة، كما ترين بالصورة ساندي، وأنت أيضا الحديث لك طارق ولكل المشاهدين الذين يشاهدون عبر شاشة المملكة، الجماهير والأهالي بالطفيلة متواجدين بجمع غفير، يحتفلون ويفرحون بهذه المناسبات الوطنية الغالية على القلب، بداية من احتفالنا باليوبيل الفضي وتسلم سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية للمملكة الأردنية الهاشمية. 25 عام كانت كفيلة بأن نرى بصمة ملكية هاشمية لهذه المحافظة الهاشمية التي أسماها جلالة المرحوم الملك الحسين طيب الله ثراه بالطفيلة الهاشمية. 25 عام من البصمة الواضحة بالإنجازات، وأيضا التحسن بالبنية التحتية والواقع التعليمي والصحي بالطفيلة. خلال تسلم سيدي صاحب الجلالة سلطاته الدستورية، كانت الطفيلة على موعد من التطور والحداثة، سواء كانت بأيضا المجالات الصناعية وأيضا الاقتصادية. نتحدث عن ضانة سيدة الدهشة الجبلية التي كان لها اهتمام من قبل سيدنا، وأيضا توجيه من قبله للحكومة للاهتمام بهذه المنطقة الجبلية الجميلة التي نرى بأحضانها كل شاب وشابة ورجل كبير من أبناء محافظة الطفيلة. فبالتالي الفعاليات كما ذكرت وسوف أذكر أيضا ليست هي مقترنة بيوم أو يومين أو ثلاث، وإنما هي ممتدة، إن لم تكن ظاهرة بهذه الصورة فهي متواجدة
دائما بالوجدان وايضا بالقلوب ساندي. فبالتالي هذه هي الفعاليات التي ترونها الان، وايضا العروض نتحدث الان كما ترين بالصوره عروض لفرقه جبال الطفيله وايضا العديد من الفرقات الشعبيه المتعدده والبازارات الخيريه التي كانت متواجده لعرض سيدات المجتمع المحلي منتجاتهم التراثيه والوطنيه التي رسموها بحب وايضا بكل لهفه وايضا بكل فرح بهذه المناسبات الوطنية. ساندي وطارق من الطفيلة كنت معنا مراسل المملكة ليث السوالقة، شكرا جزيلا لك. ساندي من جنوب المملكة الآن على طريق السلط. طيب الآن إلى مراسل المملكة في السلط زيد خليفات. زيد، الأجواء أجواء الفعاليات في السلط. زيد، أجواء الاحتفالات في السلط، الفعاليات لليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني. يبدو ساندي زيد لم يسمعنا الآن، ويبدو قد تكون من أجواء الفعاليات الموجودة أيضا من حوله في ظل أن هذه الفعاليات موجودة في مختلف محافظات المملكة. ساندي، احتفاء باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية معن أنسور. أهلا بك معنا ضيفا كريما، وأيضا شكرا لمشاركتك هذه الفرحة معنا. جلالة الملك يولي قطاع الصناعة والتعدين وخصوصا اهتمامه الخاص نوعا ما بشركة البوتاس العربية الأردنية وخصوصا في مياه الطاقة، في مجال المياه والطاقة، يعني قبل شهرين وجه الحكومة لإيلاء الاهتمام لشركة البوتاس في مجال المياه والطاقة على مدار 25 عاما، وتوليت مناصب عدة منها الاستثمار ومنها شركة البوتاس. كيف نرى اهتمام جلالة الملك وأيضا إيلاء الاهتمام وتحرك جلالة الملك في قطاع الصناعة والتعدين وخصوصا البوتاس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لأننا لدينا أهداف اقتصادية كبيرة في هذا البلد، الجميع يدرك بأن الصناعة هي القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تحرك الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ولذلك كان اهتمام جلالة الملك بالصناعة بشكل عام كبيرا جدا منذ أن تولى سلطاته الدستورية. ويعني نستطيع أن نقول بأن هنالك الكثير من النجاحات التي تحققت في هذا المضمار. إذا أردنا أن نخصص الحديث هنا على شركة البوتاس العربية، نقول بأنها شركة أردنية استطاعت خلال المرحلة الماضية أن تحقق الكثير من الإنجازات، وليس أدل في ذلك أو على ذلك من الرقم. دائما الرقم له دلالات كبيرة، ونستطيع أن نقول بأن البوتاس العربية استطاعت أن تتقدم عالميا حتى أصبحت واحدة من أكبر سبع شركات في مجال إنتاج البوتاس. ونحن نعلم بأن هذه المادة شديدة الأهمية كسماد، وبالتالي نستطيع من خلالها أن نساهم في الأمن الغذائي العالمي. جلالة الملك يتابع كل التفاصيل، وهذا أمر أحسسناه في شركة البوتاس العربية من خلال العديد من الزيارات التي قام بها جلالة الملك إما للشركة أو للشركات التابعة والحليفة، واهتمامه حتى بأدق التفاصيل التي لها تأثير كبير جدا على تنافسية هذه الشركة بشكل عام. وعندما نقول بأنه الرقم دائما يتحدث الكثير، نقول بأنه خلال الأعوام 25 الماضية كان هنالك تحرك فيما يتعلق بزيادة الكميات، لأنه هذا عامل حاسم وضروري في تقدم الشركة، في زيادة المبيعات. ونقول أنه حتى في السنوات الخمس الماضية التي توليت فيها دفة إدارة هذه الشركة، استطعنا أن نصل بالكميات التي أنتجناها إلى 13 مليون طن سنوياً. بعد أن كانت كم؟ هي يعني خلال السنة كانت يعني بدأت بكميات متواضعة حتى وصلنا الآن سنويا إلى حوالي 2.9
يعني كانت قبل 5 سنوات على سبيل المثال حوالي 2.3، الآن إحنا ننتج حوالي 2.9 مليون طن سنويا. وبدأنا بتنفيذ خطة خمسية للسنوات الخمس الماضية، وكما تفضلت سيدتي وأشرت بأنه كان هنالك لقاء مع جلالة الملك وسمو ولي العهد، وشرحنا لهما الخطة الخمسية القادمة التي من خلالها يمكن أن نرتفع بهذه الكميات إلى حوالي 3 ملايين ونيف سنويا. أيضا يعني كمان لابد من الإشارة بأنه حتى المساهمات التي قدمتها الشركة للاقتصاد الوطني خدمات أو أمور كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر الضرائب التي دفعت والعملة الأجنبية التي ضخت إلى البنك المركزي الأردني، وهنالك أيضا أرقام أخرى. كل هذه الأرقام تدل على أن الاهتمام بهذه الشركة من لدن صاحب الجلالة قد أدى أو آتى أكله من حيث شركة تنافسية أو تنافس على الصعيد العالمي. طيب، هذه المنافسة أيضا يجب أن تنعكس ليس فقط على الإنتاج إنما على التصدير أيضا خارج الأردن أستاذ معن، وأيضا جزء من اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالقطاع الصناعي بالصادرات الصناعية أيضا وتطويرها أكثر ليس فقط الاكتفاء الذاتي، وهذا كيف انعكس عليكم أنتم في شركة البوتاس ضمن هذا الاهتمام الملكي، ولديكم أيضا بكل تأكيد استراتيجيات تعتمد على الممكنات تعتمد على الأسس. نعم، لا شك بأنه النقطة التي تفضلت بها هي من النقاط التي نضعها في حسباننا عندما نخطط لهذه الشركة. الصادرات، نحن نصدر 10% من الصادرات الأردنية، حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي كله يقع على عاتق شركة البوتاس. لذلك وهذا يعني بأنه أيضا لابد من أن يكون هنالك. طيب، اسمح لنا أستاذ معن لو سمحت، لكن وردنا مشاهدينا هذا العاجل إذ يوجه جلالة الملك خطابا للأسرة الأردنية غدا الأحد خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية. وسوف يتحدث ساندي جلالة الملك في الخطاب عن الإنجازات التي حققها الأردن عبر مسيرة ربع قرن. الآن مشاهدينا أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ معن نصور، كنت تتحدث عن الصادرات الصناعية وهي مهمة جدا وأحد الأهداف التي يريدها ضمن الرؤى الملكية جلالة الملك عبد الله الثاني إن شاء الله حاليا وفي المستقبل. نعم، هذا صحيح، كما كنا نقول بأن الصادرات أو رفع مستوى الصادرات أمر في غاية الأهمية حتى نستطيع أن نحقق الأهداف الاقتصادية التي وردت في خطة التحديث الاقتصادي. وفي هذا الإطار نستطيع أن نقول بأنه حالياً شركة البوتاس العربية تصدر حوالي 10% من الصادرات الأردنية، نحن نساهم بحوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. نحن خلال المرحلة القليلة الماضية دخلنا إلى أسواق لم نكن نعمل بها خلال المراحل الماضية، أذكر منها على سبيل المثال للحصر الأسواق البرازيلية بالإضافة إلى أسواق أوروبا الشمالية. هذه أسواق كانت في الماضي تعتبر أسواق صعبة، الدخول إليها كان يعتبر صعبا لأنه لم نكن نمتلك المادة في ذلك الوقت، وبحمد الله تعالى استطعنا أن نصنع المادة التي تستقبلها هذه الأسواق وهي المادة الحمراء. إحنا إجمالا كنا نصدر المادة البيضاء البوتاس الأبيض، الآن صرنا نصدر المادة الحمراء واستطعنا أن ندخل إلى هذه الأسواق الهامة. عذرا على المقاطعة، لكن أتعلم دكتور معن نسور في هذه المقابلة وهذه المعلومات كنت قد تابعت لك مقابلة سابقة كنت تقول نطمح إلى أن ندخل أسواق برازيلية وأسواق جديدة وأدخال القيمة المضافة وإنتاج أنواع أخرى من البوتاس غير البوتاس الأبيض. قصة نجاح أردنية لشركة البوتاس العربية بتوجيهات واهتمام جلالة الملك، لكن السؤال الآن يضع عبئا وثقلا، ماذا بعد؟ ما الذي نطمح إليه الآن؟ لأنه في مقابلة سابقة هذه الطموحات تحققت على أرض الواقع، ما الذي نطمح له الآن لأننا قادرون على تحقيقه إذن؟ نعم صحيح، بجوز في مقابلات سابقة كنت أتحدث عن ضرورة إنتاج هذه المادة، كنت أتحدث عن ضرورة أن ندخل إلى هذه الأسواق ذات العوائد المرتفعة، والحمد لله
بسبب تعاون الحكومة الأردنية وتوجيهات جلالة الملك، بالإضافة إلى حرص مجلس الإدارة وكل العاملين في الشركة، استطعنا أن نحقق هذه المسألة. دعيني أذكر أمرا في غاية الأهمية، يعني إحنا استطعنا أن نرفع الصادرات الأردنية إلى البرازيل بنسبة تصل إلى حوالي 1700% خلال سنة واحدة، وكلها هذه كانت تعتمد على المادة السمادية أو مادة البوتاس. ماذا بعد؟ نحن لدينا خطط تمتد حتى عام 2033، لعل أهمها زيادة الكميات. مسألة زيادة الكميات مسألة في غاية الأهمية. الصناعات ذات القيمة المضافة العالية يجب أن يكون هنالك أيضا عمل حتى نستطيع أن نخلق هذه المادة أو نصنع هذه المادة لتكون مادة ذات قيمة مضافة عالية، نستخدمها كأسمدة وككيماويات أخرى. نحن أنفقنا خلال السنوات الخمس الماضية على شركة البوتاس العربية ومشروعاتها حوالي 1 مليار دينار أردني، وهذه المبالغ استطعنا من خلالها أن نحقق ما حققناه خلال المرحلة الماضية. المرحلة القادمة هنالك رصد لحوالي 2.5 مليار دولار حتى نتمكن من إقامة صناعات جديدة تعتمد على مادة البوتاس، أذكر منها البرومين والتترابروم، بالإضافة إلى الأسمدة الذوابة، وهذه أسمدة مطلوبة عالميا، ويمكن أن تضع شركة البوتاس العربية على خارطة السماد العالمي وتمكين العالم من تحقيق الأمن الغذائي. كل هذه الأهداف والاستراتيجيات التي تطرحها أستاذ معن بكل تأكيد، وأنا آسف ولكن نسمع هذه الأغاني أيضا الوطنية وهذه الأهزيج أيضا احتفاء باليوبيل الفضي هنا أيضا في العاصمة عمان، نسمعها هنا عبر استوديو المملكة أيضا ساندي كما تستمعين، وأيضا كما شاهدنا علم الأردن يزين أبراج أيضا المملكة أبراج السادس. طيب استاذ معن، أعود إليك الآن بالسؤال، هذه الأهداف هذه الاستراتيجيات لم تكن إلا لأن هنالك بيئة استثمارية توفر كل هذه الحيوية، دعني أقول كل هذا العطاء لدى شركة البوتاس أو حتى لكافة القطاعات الصناعية في المملكة. كيف تقيم هذه التوجيهات الملكية في عهد جلالة الملك لإثراء القطاع الصناعي لدعمه، بالإضافة أيضا إلى التشريعات أيضا التي كانت لدعم القطاع الصناعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع في المملكة تحديدا؟ نعم، لا شك بأنه حرص ومتابعة جلالة الملك هما العاملين الأكبرين فيما تحقق خلال المرحلة الماضية وما سيتحقق خلال المراحل القادمة. أيضا البيئة الاستثمارية بيئة تعتمد على التشريعات لا شك، لكنها تعتمد أيضا على النظام السياسي واستقراره. لذلك يعني كل الشركات التي جاءت خلال المراحل الماضية وكل الشركات التي نتحدث منها معها الآن وعن مشروعات مستقبلية تنظر إلى هذين الأمرين بشكل كبير. أولاً النظام السياسي واستقراره، القيادة السياسية وقدراتها ومتابعتها، بالإضافة إلى التشريعات. نستطيع أن نقول بأن تشريعاتنا تشريعات جاذبة ونعمل دائماً على تطويرها، لكن يعني فيما يتعلق بصناعة الأسمدة نحن مقبلون على مرحلة جديدة. وعندما أتحدث عن الأسمدة أنا لا أعني فقط البوتاس، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أيضا حبانا بمادة الفوسفات، وهناك أيضا مباحثات أو تنسيق متقدم فيما بين شركة البوتاس العربية والفوسفات حتى نقيم صناعات كبيرة جدا على غرار الصناعات التي قامت في الدول التي امتلكت مثل هذين العنصرين الهامين. في المرحلة المقبلة لفتني أيضا كلامك حول أهمية الانتماء، يعني الكوادر الموجودة في البوتاس شددت على كلمة الانتماء، وهذا أيضا ما يشدد له جلالة الملك، لأنه من الأهم أن تعشق وطنك الآن، أن يخفق قلبك للعلم الآن صدقا بأي مجال وبأي مكان. الآن أهمية البحث والتطوير والابتكار دكتور معا في هذه المرحلة، لأن سواء البوتاس أو الفوسفات أو حتى تعاونهما معا الصناعة والتعدين، وهذه التي تقود دفة الاقتصاد إلى الأمام تحتاج إلى بحث وتطوير وابتكار، وأضفت عليها الانتماء. نعم، أولا فيما يتعلق بإخواني وأخواتي في شركة البوتاس العربية، نحن دائما نتعرف على أننا جنود اقتصاديون في هذا الوطن. نحن لدينا مسؤوليات، نحن لدينا
أهداف، هذه الأهداف من شأنها أن تقوي الاقتصاد الكلي للبلاد، وبالتالي تمكين القيادة السياسية من أن تدافع عن مصالحنا العليا. هذه مسألة مهمة، والحمد لله رب العالمين، أقول بملء الفم بأن إخواني وأخواتي يدركون هذه الحقيقة ويعملون بجد حتى نستطيع أن نحققها. أما فيما يتعلق بالبحث والتطوير، أيضا هذه مسألة في غاية الأهمية، وتعلمنا هذا الأمر بشكل مباشر. يعني كان هنالك داع لأن نبتكر مواد معينة حتى نستطيع أن نتنافس في أسواق ذات قيمة مضافة عالية أو ذات عوائد أعلى. لم نتمكن من شراء التقنية، لم نتمكن حتى من شراء التقنية المغلفة، بمعنى أن تقدم لنا دون معرفة أساليب التصنيع. ولذلك عندما اعتمدنا على أنفسنا استطعنا أن نصل إلى حلول، واستطعنا من خلال هذه الحلول أن نحقق عوائد مالية كبيرة. نحن أقمنا الآن واحد من أكبر المراكز البحثية ليس فقط في الأردن وإنما على صعيد المنطقة، ومن خلال هذا المركز سوف نقوم بدفع القدرات الأردنية باتجاه الأمام فيما يتعلق بإيجاد المواد ذات القيمة المضافة العالية، وبالتالي زيادة تنافسية شركة البوتاس العربية والصناعات الخاصة بالأسمدة والكيماوية. ونحن على العهد ومستمرون. كنت معنا الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية دكتور معن نسور، شكرا جزيلا لمشاركتنا هذه الفرحة. شكرا جزيلا لك. طبعا ساندي، عندما كنا نتحدث مع الأستاذ معن نسور قبل قليل، أصوات الأغاني الوطنية الاحتفائية باليوبيل الفضي كانت تطغى على أصواتنا أحيانا. يحق لنا الفرح، يحق لنا الفخر، ويحق لنا العز. وهذه الأفراح سوف ننقلها من كافة محافظات المملكة. بالتأكيد. والآن سوف ننتقل إلى مراسل المملكة من الزرقاء حمزة النهار. حمزة، الأجواء، أجواء الفعاليات الاحتفالية في محافظة الزرقاء من حيث تتواجد أنت الآن حمزة. نعم طارق، بالفعل يعني لازلت الاحتفالات وعلى مدار يومين في مناطق الزرقاء مستمر. نتحدث عن الاحتفالات التي اتواجد بها الآن من موقع مدينة الأمير محمد للشباب، والتي بدأت يوم أمس في تمام الساعة 4 عصرا، وكانت على مدار يومين، إضافة إلى موقع آخر للاحتفالات في لواء رصيفي التابع لمحافظة الزرقاء. نتحدث عن الأجواء التفاعلية والفقرات التي تم وضعها من قبل المنظمين في هذا الحفل وموقع هذا الحفل. نتحدث عن هذه الفعاليات التي تناسب جميع طبقات المجتمع، للعائلات وللصغار وللكبار وللجميع الفئات. المسرح الذي خلفي هو المسرح الرئيسي الذي تقام به الفعاليات الرسمية، أما هناك مسرح آخر على يميني وهو مخصص للأطفال، هناك مسابقات، جوائز للأطفال. يعني طارق، ربما نتحدث عن رمزية هذه الفعاليات والمهرجانات اليوم بمناسبة اليوبيل الفضي، بمناسبة 25 عام على جلوس جلالة الملك على الحكم. نتحدث بشكل عام أهمية هذه الفعاليات على الأطفال. ربما طارق، يعني ليس جميع الأطفال المتواجدين هنا في هذه المنطقة وموقع الفعالية يعلمون لماذا هذا الاحتفال، ولكن ربما تكرار كلمة اليوبيل الفضي، تكرار كلمة 25 عام على جلوس الملك وربع قرن نتحدث من الإنجازات، هذا كله يؤدي إلى جيل يعلم ويعي تماما ما هي المناسبات الوطنية التي يهتم بها. ليست فقط هذه الفعاليات تقتصر فقط على ألعاب والفعاليات والمهرجانات الغنائية، ربما لها أثر إيجابي على تنشئة هذا الجيل الذي سيكون قادر ويعي تماما ما هي المناسبات الوطنية، ويعي تماما المناسبات التاريخية والمفردات التي يتحدث بها الوطن. أما إذا أردنا الحديث عن الإنجازات التي تمت خلال 25 عام ماضية، فهي إنجازات كثيرة على جميع الأصعدة. نشكرك جزيل الشكر حمزة النهار، مراسل المملكة من الزرقاء، يعطيك ألف عافية. نذهب إلى عجلون، ينضم إلينا مراسل المملكة محمد الفايز. محمد من جرش عجلون، محمد الفايز رحلة. محمد الفايز، كيف هي مناظر وصورة الفرح والبهجة في عجلون الشامخة؟
بالفعل من جرش إلى عجلون، ولا تزال مظاهر الفرح والابتهاج والسرور بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين. نتواجد هنا في مركز الحسين للشباب، وهذا المركز الذي خصص للأنشطة والفعاليات بهذه المناسبة اليوبيل الفضي تولي جلالة الملك سلطاتها الدستورية. العديد من الفقرات والتي تتشابه كبقية محافظات المملكة من فقرات ترفيهية للأطفال، عروض فنية فلكلورية، ألعاب نارية، بالإضافة إلى المزارات التي تعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية. نتحدث عن هذا الموقع حقيقة، يعني مئات الأسر بل الآلاف الذين تواجدوا لهذا الموقع التي جاءت بفعاليات متعددة تتناسب مع جميع الأعمار. حقيقة هنا الأجواء الفرح والسرور، الجميع يحتفي به ويحتفل بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين. أيضا نتحدث أن الفعالية الرسمية والشعبية في محافظة عجلون والتي التقينا بها وعبروا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، وأيضا قالوا إن عجلون كانت ذات اهتمام ملكي على مدار 25 عاما من التنمية والتطوير من خلال المكارم والمشاريع يعني التنمية في مختلف القطاعات الصحية التعليمية الشبابية الثقافية. ونحن نتحدث عن هذه المحافظة التي تمتاز بمناخها المتميز وأيضا المحمية، محمية غابات عجلون. هذا الموقع الذي يوجد فيه الفعاليات للاحتفال باليوبيل الفضي والذي جاء على مدار يومين هو هنا في أحد الغابات، غابات عجلون التي تتميز بطبيعتها الخلابة. نعم، إذا كنت معنا من عجلون مراسل المملكة محمد الفايز، شكرا جزيلا لك. الآن سنعود إلى زيد خليفات مراسل المملكة من السلط. زيد، الأجواء الاحتفالية أيضا الفعاليات في السلط من حيث تتواجد أنت الآن زيد؟ نعم طارق، من حاضرة البلقاء من مدينة السلط النابضة بالتاريخ والعراقة والشاهدة على كافة التطورات والإنجازات التي حدثت في عصر جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. هذه 25 عام تشهد هذه المدينة وكافة محافظات المملكة على هذا الإنجاز وهذا التطور الملحوظ في كافة مناحي الحياة التشريعية بكافة صنوف المجالات وكافة مجالاتها. هؤلاء الحشد الذي يتواجد في هذه الساحة هو يبتهج وهو يفرح بكافة هذه الإنجازات، وهو يؤكد على أن هذه المسيرة هي مسيرة العطاء وهي المسيرة التي قادت إلى هذه الإنجازات في هذه اللحظات. هذا الوقت وهو هذا الوقت الفرح وهذا الإنجاز كان يشمل كافة فعاليات منذ يوم أمس ولغاية هذه اللحظة كافة صنوف الفعاليات من بازار وفقرات فلكلورية وغنائية وتراثية. هذه اللحظات لحظات الفرح والإنجاز هي مشروعة لكل أردني أن يفتخر بهذه الإنجازات، إنجازات سيدنا خلال 25 عام الماضية، وهي تكريم واحتفال في هذا اليوبيل الفضي الذي يعني لكل أردني الشيء الكثير. نعم طارق، الفعاليات منذ الصباح الباكر منذ الساعة 10 هي مستمرة ولغاية هذه اللحظة. قبل قليل انتهت فرقة الطفيلة الهاشمية من عرض فلكلوري فاخر، الهجيني حاضر، الأغاني والأهازيج الوطنية التي تشعر كل مواطن أردني بأن هذا استحقاق فخر لكل أردني. نعم نعم ساندي، نعم طارق. أشكرك جزيل الشكر زيد خليفات مراسل المملكة من السلط، شكرا جزيلا لك. شكرا لك زيد. إذا مشاهدينا، في ظل هذه التغطية المستمرة عبر شاشة قناة المملكة للأجواء الاحتفالية باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو الدكتور صلاح المواجدي مستشار الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في أدوية الحكمة. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله. أهلا بك دكتور، حياك الله في هذه التغطية. دكتور، قبل أن أبدأ معك بالحديث عن شركة الحكمة وعن الأمن الدوائي في المملكة والدعم الكبير من قبل جلالة الملك لهذا القطاع، أبدأ معك مما حدث في 25
العام الماضية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بإنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء كقلعة للحفاظ على مأمونية الدواء والغذاء في المملكة. أنت كنت أول رئيس لهذه المؤسسة منذ إنشائها. أهمية هذا القرار الملكي بإنشاء هكذا مؤسسة كما قلت قلعة للحفاظ على مأمونية الغذاء في المملكة، وهذا قطاع مهم واستراتيجي في المملكة، الدواء والغذاء. صحيح. مساء الخير لكم، وبعدين حياك الله. تسمحوا لي بهذه المناسبة والأجواء الاحتفالية نرفع على جلالة سيدنا أسمى آيات التبريك باليوبيل الفضي اللي تسلمه السلطات الدستورية. وأنا من الجيل اللي حضر اليوبيل الفضي المغفور له الملك حسين رحمه الله في الأردن. نعم. يا سيدي، إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء كانت يعني نقطة فاصلة وتحول في القطاع الدوائي والغذاء بالأردن. كما تذكرون قبل ذلك كان هناك العديد من الإشكاليات في قطاع الدواء والغذاء في الأردن، فكان لابد من إنشاء مؤسسة رقابية مستقلة تأخذ قراراتها بنفسها على أعلى المعايير الدولية في 2003، وأنشئت لحتى يعني تسيطر على كل الأمور الرقابية الخاصة بالغذاء والدواء. وكانت الأردن سباقة في هذا المجال، هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنشأت مؤسسة مستقلة لهذا الموضوع، تلتها بعد 5 سنين المملكة العربية السعودية. بقية الدول العربية للآن يعني يحاولون جهدهم أن يقوموا بإنشاء مؤسسات شبيهة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية. إذن كانت رائدة هذه الشركة من حيث الحفاظ على المأمونية لداخل المملكة الآن، نسبة لباقي دول طبعا العربي. الآن أهميتها شو؟ الأردن دولة تصديرية في مجال الدواء، حتى تصدر لأي دولة لازم الدولة المستقبل للدواء الأردني تكون مطمئنة لمأمونية هذا الدواء. فوجود جهة رقابية على درجة عالية من التشدد الفني بمكانه يضمن لهذه الدول أن الدواء الأردني الذي يصلكم مسجل أصوليا في لجان فنية درسته، الدواء مفحوص ومراقب بأعلى المعايير العالمية. نعم. دكتور صلاح، استثمر وجودك معنا كونك ألمحت بأنك تابعت وكنت في اليوبيل الفضي لجلالة الملك الحسين رحمه الله وهو الباني، ونحن الآن نحتفل باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله حفظه الله وهو المعزز. نعم. نتحدث الآن عن حرص جلالة الملك على قطاع الأدوية والمنظومة الصناعية للأدوية ومأمونية الأدوية والغذاء. ما بين الباني والمعزز هذه المسيرة تبدأ وتتصاعد نحو الاهتمام بمأمونية الغذاء والدواء. يا سيدي، بدي بس أذكر السادة يعني المشاهدين، نعم، جلالة الملك افتتح عدد من المصانع الأردنية. نعم. حتى خارج الأردن، أنا يعني فاتني أن أقول أن الشركات الأردنية لديها شركات خارج الأردن. نعم. تدار من خبراء أردنيين، وجلالة سيدنا كان لديه الوقت ليقوم بافتتاح هذه المصانع في الدول الأخرى منها البرتغال، تخيل يعني في أقصى على حدود الأتلانتيك أوشن. فالنقلة النوعية اللي صارت في خلال 25 سنة الحالية، الدواء الأردني نشأ على الأسواق الكلاسيكية حوالينا بالأدوية البسيطة. الآن النقلة الجديدة، الآن وجود كلكم شاهدتوا خلال جائحة كورونا، صحيح، لم يصدف أن دواء واحدا انقطع من السوق، بالعكس استمرت الأردن بالتصدير. ومريض الكورونا كما تذكرون هو مش بحاجة بس لمطاعيم، بحاجة لأدوية مانعة الالتهابات، مانعة للأمراض الفطرية، للتخدير، لأدوية الضغط والسكري، فكلها الصناعة الأردنية أمنتها وبأسعار مقبولة لمين؟ مش بس للمواطن اللي بيش الدواء، الحكومة كمان. طب دكتور صلاح، أنت أشرت لنقطة مهمة، حتى في أزمة كورونا لم ينقطع الدواء بل كنا نصدر. نعم. إلى دول أخرى، وهنا موضوع تحويل التحديات إلى فرص في. نعم. المملكة ودعم المطلق للقطاع الصناعي ككل ومنها قطاع الصناعات الدوائية بالتحديد. جلالة الملك أحد الأهداف الاستراتيجية له موضوع الأمن الغذائي، تحدث في ذلك كثيرا بل كان من أول من بادر بالحديث عن هذا الموضوع خاصة في تحديدا أزمة كورونا،
وأيضا موضوع الأمن الدوائي، وأنت تعرف مني أكثر بذلك أكثر مني، وخاصة أن لمسنا في كورونا أن بعض الدول كانت تفتقد للأدوية وحتى اللقاحات، وكان جلالة الملك دائما يطالب بأن تكون الدول أكثر فقرا هي التي تستحق هذه الرعاية الصحية والدوائية أيضا. وبالتالي كيف تقيم هذا الاهتمام الملكي في موضوع الأمن الدوائي في عهد جلالة الملك؟ يا سيدي، الأمن الدوائي كان دائما ضمن الأجندة على يعني على مشاغل سيدنا دائما، وأنا حضرت أكثر من اجتماع في الديوان الملكي للتباحث في، يعني هو كان يسألنا كيف ممكن أساعدكم. الدواء الأردني تتذكروا الآن حتى خلال لما انقطعت سلاسل التوريد بسبب مشاكل البحر الأحمر ما انقطع الدواء بالأردن، لأن لدينا مخزون، عندنا شركات أردنية لديها مخزون من المواد الخام وتصنع، لدينا أدوية في المستودعات، لدينا أدوية موجودة بالصيدليات، فبكل سهولة الشركات الأردنية ممكن أن تغطي احتياجات المملكة من 5 إلى 6 أشهر بدون أي جهد إضافي. وفي الحالات التي تقتضي عكس ذلك ممكن تزيد هذه المدة بجهود بسيطة. مما لفتني دكتور صلاح هذه النسبة الفريدة، وأي نسبة؟ نسبة 37% من إجمالي القوى العاملة نساء في قطاع الأدوية والتصنيع. مهمة جدا. صحيح. 37، هذه حالة فريدة أردنية يحق لنا الافتخار. بدي أعطيك رقم ثاني مهم. تفضل. 67% من العاملين في قطاع الدواء خريجين جامعات. نعم. فهذا الرقم يعني رقم فريدة فعلا. احنا بنفتخر فيه. انه اول شيء يعني حاب أذكر انه قطاع الدواء دائما في ناس المشككين والسوداويين بيشوفوا كل شيء أسود، قطاع الدواء ونجاحه ضمن نفس الظروف اللي احنا بنحكي عنها هو دليل أن ضمن الظروف والإمكانيات استطاعت القطاع الدوائي وأدوية في شركة أنا أعمل فيها مثل أدوية الحكمة انتقلت إلى أوروبا والولايات المتحدة ضمن نفس الظروف، يعني ما عندنا إشي معاملة خاصة لهذا القطاع عن القطاعات الأخرى، واستطاع القطاع الدوائي في الأردن أن يسير وأن يوظف أردنيين. يعني قليلين يعلمون أن عندما تكون هناك مشكلة في دولة ومن ضمنها مصانعنا الأردنية في الولايات المتحدة يذهب خبراء أردنيون للتعاطي مع هذه المشكلات. قصة طيب نجاح أردنية. قلت لك دكتور صلاح هذا ما طرحته قبل قليل بكل تأكيد له ممكنات وله روافع، ومن ضمن الروافع بفضل الله سبحانه وتعالى في عهد جلالة الملك هذا الاستقرار السياسي والأمني في المملكة، وبالتالي سوف ينعكس لاحقا بكل تأكيد على موضوع الاستثمار في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الاستثمار في الأدوية. شو ممكن تتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، خاصة موضوع جذب الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية في المملكة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والتي يعطيها هذه الرعاية المطلقة؟ يا سيدي احنا قطاعنا الاقتصادي مفتوح كما تعلم، يعني ما عندنا بعض الدول تضع بعض المحددات لأعداد الأدوية التي تسجل في تلك الدولة، عندنا بالأردن ما في، البلد مفتوح، عندك استثمار تفضل من عاملك مثل الصناعة المحلية بدون أي استثناءات لا إلك ولا إلهم، بدليل أنه زي ما حكيت لكم الأدوية الأردنية الآن تغطي جميع الزمر العلاجية حتى أدوية السرطان تصنع بالأردن، يعني لدينا مصنع متخصص ما بيصنع ولا أي شيء سوى أدوية السرطان. والآن دخلنا على الأدوية البيولوجية، قليل جدا من الزمر اللي الأردن لسه بعدنا ما دخلنا فيها اللي هي المطاعم، وأحكي لكم ليش إذا أردتوا، واللي هي المشتقات أمراض الدم، في بعض الأمراض تحتاج بعض يعني المنتجات تأخذ من الدم لسه بالأردن. السبب في التنتين واحد، إنه سوق الأردن صغير لا تستطيع أن تقوم بهذا الجهد، يعني إذا لاحظتوا في خلال كورونا مين الشركات اللي أنتجت المطاعم اللي عندها أسواق عالمية كبيرة جدا، لأنه أنت بتحتاج جرعات بسيطة جدا، فالمصنع ممكن يكفي 10-15 دولة أو 20 دولة. المصانع الأردنية لا تحتمل أن تنتج فقط للأردن، إذا بدنا ننتج بهذا الاتجاه ممكن نروح ل نغطي كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا يحتاج إلى تعاون دولي خارج نطاق الصناعة المحلية. إحنا حاولنا جهدنا، انطلقنا في كل زمر صعبة جدا، يعني التعامل مع مرض السرطان مو بسيط، فإحنا
اتجهنا بهذا الاتجاه، الأدوية البيولوجية كمان نفس الشيء. والأمل بالمستقبل أكيد. بالتأكيد يعني قصة نجاح حقيقة نفخر لها بتوجيهات جلالة الملك وبالتأكيد بجهودكم. أود دائما أن أذهب إلى الأمور الشخصية، هل من مواقف شخصية لحضرتك، لأنه استأمنك على مأمونية الدواء والغذاء، هل من مواقف لحضرتك مع جلالة الملك أثبت ووجه بالتأكيد للركائز الأساسية والأسس للمأمونية الدواء ومأمونية الغذاء، لأنها أمانة بالحقيقة؟ يا ستي هذا بدي أنا برضو كنت وزيرا للصحة بعد المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وكان لي الشرف أن أكون بمعية جلالته. كان هناك حادث سير كبير، انقلب باص على الطريق وصار في عدد كبير من الوفيات والمصابين. ذهبنا وبنفس اليوم من إربد لجامعة العلوم والتكنولوجيا زرنا المرضى هناك، وخلال ساعة كنا في عمان زرنا بعض المرضى في الخدمات الطبية الملكية في المدينة الطبية لاطمئنا على هؤلاء المرضى واحد واحد. قطاع الدواء وقطاع الغذاء يعني بجوز المتابع للأخبار اهتمام جلالة سيدنا في هذه الأمور تكاد تكون يعني على جدول أعماله دائما، لأنه صحيح. في معلومة أنا ما حكيت لكم إياها، القطاع الدوائي منصدر إحنا ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي. يعني ناتج المحلي الإجمالي الأردني الدواء منه 7%. هذا رقم يعني هي كأنها في الدول الأخرى كأنك تحكي نفط. صحيح 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 صحيح. طب أنا يعني في هذا السياق دكتور صلاح والحديث اليوم عن موضوع قطاع الأدوية ككل في المملكة، وتحدثت عن عدد من ما تبعته مع جلالة الملك في هذا السياق، الأهداف الآن المرتقبة لشركة الحكمة في المستقبل القريب في ظل طبعا هذا العطاء وفي ظل هذه الممكنات الموجودة حاليا، ما هي الأهداف في المستقبل القريب في ظل هذه البيئة الاستثمارية التي تحفزكم للمزيد من الإنتاج والعطاء؟ يا سيدي احنا أملنا حاليا احنا من صدر 750 مليون، أملنا أن في القريب العاجل يصيروا مليار على مستوى التصدير. حصتنا في السوق المحلي اليوم بالقطع الدوائية مش بالسعر نص، بمعنى آخر إذا المريض راح عند طبيب كتب له 4 أدوية، 2 منهم بيكونوا أدوية محلية. إحنا أملنا إنه حصتنا ترتفع ل 80-90% من هاي الحصة الدوائية، والأسباب معروفة، جزء منها بعض الأدوية إحنا لا نصنعها مثل ما ذكرت المطاعيم والمنتجات الدم، بس قريبا إن شاء الله زي ما اتجهنا لأدوية السرطان والأدوية البيولوجية راح نتجه بزمر دوائية أخرى موجودة كمان. أين البحث والتطوير والابتكار من مؤسسة يا ستي والدواء؟ البحث والتطوير عندنا بأدوية الحكمة لحالها 8 مراكز بحث وتطوير في العالم، منهم واحد مركز بحث وتطوير مركزي في عمان يطور الأدوية ونصنعها، وثم ينقل هذا المنتج النهائي الفني إلى دول أخرى لتصنيعه وبيعه في دول التصدير. طيب دكتور صلاح أيضا في هذا السياق بكل تأكيد عندما تحدث عن الصادرات والأسواق التصديرية لقطاع الأدوية في المملكة تعتمد بكل تأكيد على السمعة وعلى الجودة كواليتي، كيف سمعة المنتج الأردني في قطاع الدواء في دول العالم؟ بكل تأكيد الأرقام تشهد، الأسواق التصديرية تشهد، المختلفة تشهد، ولكن إذا لديك أرقام زودنا فيها. يا سيدي أول شيء ما حد بيحكي عن زيت عكر صح؟ صحيح. الدواء الأردني يصل 70 دولة. إذا إحنا بنحكي بالأردن دواء أردني والسلطات المحلية بدها تتعاون مع الصناعة المحلية، طب 70 دولة أخذته كيف؟ ما هم بياخدوا وبيفحصوا وبراقبوا بزورونا بالأردن بتطلعوا على مصانعنا. حتى الدول المتشددة جدا مثل الولايات المتحدة الأردن تصدر أدوية لهذه الدول والدول الأوروبية، فهذه شهادة بالدليل القاطع أنه يعني طبقة الختم جيد جاء من مؤسسات ما إلها مصلحة. نعم. أتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق إن شاء الله. 25 سنة من الإنجاز في قطاع الأدوية وما قبل ذلك، وإن شاء الله المستقبل أفضل وأفضل. دكتور صلاح المواجدي مستشار الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أدوية الحكمة، يعطيك ألف عافية. معليك شكرا لكم مشاركتكم هذه الفرحة. شكرا جزيلا لك. شكرا. We'll be right back.
مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، وأعود إليكم مجددا إلى عروس الشمال أربد وأسامة المومني. الصورة والكلمة معك أسامة، تفضل. نعم ساندي، يعني بالفعل يواصل الأردنيون احتفالهم ب 25 عاما من الإنجاز، 25 عاما من العطاء كما يصفونها. عشرات الآلاف جاءوا إلى هنا إلى حدائق الملك عبد الله الثاني على مدار يومين للاحتفال باليوبيل الفضي وبهذه المناسبات الوطنية. يعني مشاركة كبيرة وواسعة شهدت هذه الاحتفالات وفقرات متنوعة ومختلفة. ربما الصورة أبلغ من الكلام، الصورة هنا تظهر جزء بسيط من الأشخاص المتواجدين في محيط هذا الموقع كما نشاهد، يعني في هذا الموقع فقرات فنية، فقرات فلكلورية تراثية. هناك أيضا بازار للجمعيات الخيرية في إربد التي قامت بعرض المنتجات الإربدية على أيدي سيدات من محافظة إربد، قمنا بإعداد هذه المنتجات. نتحدث عن مشاركة واسعة من ألوية إربد التسعة في هذا الموقع كما نشاهد في الصورة. الحفل متواصل والفقرات متواصلة. يعني أيضا هناك لافت التنظيم الأمني لهذه الفعالية، كان هناك تنظيم للمداخل والمخارج لحدائق الملك عبد الله، تنظيم بشكل عام للاحتفالات في مخارج ومداخل محافظة إربد من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية. وكما نشاهد في الصورة الآن الانتشار الكثيف للمواطنين في حدائق الملك عبد الله، نتحدث عن عشرات الآلاف، أرقام كبيرة شاركت في هذه الفعالية بحسب محافظ إربد رضوان العتوم وبحسب رصد كاميرا المملكة. وكما نشاهد في هذه الأثناء الفعاليات متواصلة أيضا، المشاركة واضحة بفرحة الأطفال، وهناك فقرات كانت مخصصة للأطفال للاحتفال بهذه المناسبة ولتعزيز وطنية والانتماء لهؤلاء الأطفال كما يصف المنظمون لهذه الفعالية. يعني ساندي، إذن شكرا جزيلا لك أسامة المومني مراسل المملكة من إربد. نختم هذه الجولة مع مراسلي المملكة إلى العاصمة عمان. نعم. ساندي، وقبل قليل كنا نستمع إلى الأغاني إنه الوطنية. من الزرقاء. نعم. نبقى في الزرقاء. نعم. طيب ننتقل إلى الزرقاء مع مراسل المملكة حمزة النهار. حمزة، كنت معنا قبل قليل ولكن يبدو أنك انتقلت إلى فعالية أخرى، وبالتالي أجواء الاحتفال والفعاليات باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، من حيث تتواجد أنت الآن؟ نعم طارق، بالفعل يعني الفعاليات والأجواء في مختلف مناطق محافظة الزرقاء وفق التجهيزات التي قد تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية. نتحدث عن فعاليات مستمرة تناسب جميع الفئات العمرية في محافظة الزرقاء. من خلفي يوجد فرقة أمعان وتقوم بعرض فولكلور شعبي، وذلك ابتهاجا بمناسبة اليوبيل الفضي، إضافة إلى الفعاليات الأخرى مثل البازارات المتواجدة للجمعيات الخيرية التي يقوم بعرضها أصحابها القائمين عليها، أصحاب هذه الجمعيات القائمين عليها، إضافة إلى الفعاليات المتوفرة للأطفال والتي يتم من خلالها تشجيعهم على ممارسة هذه الأعمال، وموجود بها أيضا فعاليات تناسب جميع الأعمار من مسابقات إلى توزيع هدايا إلى توزيع أعلام على الأطفال في مختلف مناطق العاصمة على محافظة الزرقاء. نتحدث طارق أيضا عن هذا اليوم والذي احتفل به الأردنيين على في مختلف مناطق المملكة، والذي يصادف مرور 25 عام اليوبيل الفضي على جلوس جلالة الملك وما رافقه من إنجازات على جميع الأصعدة سواء الداخلية أو السياسة الخارجية الحكيمة التي كان يتمتع بها جلالة الملك، والتي دخلت في جميع النزاعات والأمور العالمية، وكان الأردن حاضرا بفعل هذه الحكمة الهاشمية والسياسة الخارجية، إضافة إلى التطوير الذي حصل في مختلف مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية. نتحدث عن تطور كبير في جميع هذه على المناحي الحياة سواء الرياضية أو الاقتصادية، والتي كانت تأتي بكتب تكليف سامية يتم توجيهها للحكومات للمتابعة. الرؤية الملكية كانت وما زالت حاضرة خلال 25 عام وخلال السنوات القادمة أيضا، هي قادرة على قراءة المستقبل وقراءة وضع العالم وإلى أين يتجه، ودفع الحكومات والمواطنين للسير نحو ما يعزز حياة المواطن الأردني وما يسهل عليه حياته، سواء من خلال توفير فرص العمل أو جلب الاستثمارات التي كانت
كان لها الأثر الكبير في تقليل عدد البطالة، وهو الموضوع الأهم الذي يهتم به المواطن الأردني، إضافة إلى خطط التنمية الاقتصادية وخطط التنمية السياسية. إذا تحدثنا عن الخطط الثقافية وهو تصدر الأردن في مختلف المناحي الثقافية العالمية، يعني الحديث يطول طارق عن جميع هذه المناحي، إلا أن هذه الفعاليات ما زالت مستمرة. حمزة النهار مراسل المملكة من الزرقاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. كما في الزرقاء مشاهدينا، أجواء الاحتفاء باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش مستمرة ساندي في جميع محافظات المملكة. كنا مع سلسلة مراسلي المملكة، والمشاهد والصور أيضا تعكس الصورة بشكل أوضح وبشكل جلي أكثر أيضا ساندي. يعني الصور واضحة تنقل ملامح الفرح والبهجة والعز والفخر بالخمسة وعشرين سنة مرت، 25 عاما فرحنا معا، حزننا معا، تحدينا معا، وكبرنا معا. رهنت على شعبك الواثق وعلى قدر أهل العزم، كنا على العهد ونحن على العهد وسنبقى على العهد. فليحيا للمدى بلدي عالية راياته في سماء المجد والفخر والعلا والعز حتى منتهاه اللا منتهى. هذه القفلة القفلة الجميلة أيضا ساندي. قبل الختام مشاهدينا، نذكركم بالفعالية الوطنية التي بإذن الله سوف تقام غدا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية. غدا المملكة في تغطية مباشرة منذ الساعة 3 مساء بإذن الله لمواكبة كل أجواء هذا الاحتفال ساندي. كل عام وقائد الوطن والوطن بألف خير، وشكرا جزيلا لكم على متابعة هذه التغطية. كل عام وأنتم بألف خير، تفضلوا في البقاء معنا دائما، أستودعكم الله.